بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة الخميس، حلقة ختام هذا الأسبوع، حلقة بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة وكثيرة وأدق التفاصيل المتعلقة بالكرة المصرية، استعدادات النادي الأهلي للمرحلة القادمة بعد العودة من معسكر أسبانيا في مدينة أليكانتي، وأيضا اجتماعات الجمعية العمومية الكونجرس رقم 32 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ليلة مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 32 أيضا بين السنغال والجزائر. أحداث رياضية كثيرة، يمكن النهاردة بالتأكيد كان في أحداث مهمة جدا سواء متعلقة بعودة النادي الأهلي لاستعدادات المرحلة القادمة وبداية التدريب بعد الأجازة والراحة السلبية اللي حصل عليها اللاعبين بالأمس من خلال مارتن لاسارتي، والاستعداد لمباراة ودية غدا أمام البلاستيك في آخر المراحل الودية قبل انطلاق المنافسات الأخيرة وآخر أسبوعين في الدوري العام أمام المقاولين ونادي الزمالك. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، فقرة الأخبار مليئة بالموضوعات والتفاصيل الدقيقة والكواليس وما وراء الكواليس سواء في الكرة المصرية أو الكرة الإفريقية ومدار اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي. أيضا كمان هيكون معنا أخبار من النادي الأهلي، والنهاردة الخبر الأبرز بالتأكيد وصول المدافع المالي أليو ديانج إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وانخراطه في تدريبات فريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية التي أجريت له صباح اليوم بعد وصوله إلى القاهرة. ايضا من ضمن الاحداث النهارده معانا يمكن الفقره الثانيه هيكون معانا الناقد الرياضي الاستاذ علاء عزت، الناقد الرياضي بالاهرام العربي، مهم جدا حضوره النهارده معانا عشان نعرف كمان راي الاعلام الرياضي والناقد الرياضي فيما يدور سواء في الكره المصريه او الكره الافريقيه، ورايه ايضا كمان في الاحداث الجاريه والمؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم سواء لاليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي او جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري. الفقره الاخيره هيكون فيها زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، بقول له الحمد لله على السلامه بعد العوده من معسكر اسبانيا، هيكون النهارده في ضيافته الكابتن هشام زكريا مدرب نادي الجونه السابق، هيكون بالتاكيد حوار وحديث فني اكتر عن المباراه النهائيه بين السنغال والجزائر، وان شاء الله نتمنى التوفيق فيها يا رب لفريق الجزائر يقدم مباراه كبيره، وبالتاكيد الشعب العربي او كل الشعوب العربيه بتتمنى التوفيق لفريق الجزائر في مباراه الغد على استاد القاهره الدولي. طبعا كل عشاق الساحره المستديره كلهم انظارهم بتتجه الى مباراه الغد، ان شاء الله المباراه ستقام على استاد القاهره الدولي في تمام الساعه 9 مساء، وكما ذكر احمد رئيس الاتحاد الافريقي صباح اليوم ما يقرب من حوالي مليار مشاهد ستكون اعينهم صوب استاد القاهره الدولي، اعينهم ستكون متجهه صوب استاد القاهره الدولي المباراه الخلال والجزائر في كرنفال افريقي بحدث افريقي لكنها بنكهه عالميه بعد ما نجحت مصر في استضافه هذه البطوله وحصولها على درجه التميز في استضافه هذا الحدث القاري الكبير في فتره وجيزه مصر استعدت فيها في خلال 4 أشهر لاستضافه هذا الحدث الكبير. طيب النهارده بالتاكيد عندنا احداث مهمه جدا، لكن بالتاكيد محتاجين نبدا بالحدث الابرز، وهو النهارده كان في جمعيه عموميه للاتحاد الافريقي اقيمت في احدى الفنادق القريبه من وسط القاهره، ما يقرب من حوالي 53 دوله افريقيه كانت حاضره لكونجرس الاتحاد الافريقي اليوم ما عدا تونس. تونس كما اعلنت اول امس انها لن تحضر اجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي وانقطعت عن اعمال الجمعيه العموميه ولن تشارك في اي احداث متعلقه بالاجتماعات الرسميه للاتحاد الافريقي خلال الفتره القادمه، وبالتالي 53 دوله افريقيه شاركت النهارده وحضرت الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي رقم 32. شهد النهارده او شهدت هذه الجمعيه حضور جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا، وكانت ليه تصريحات مميزه هقولها لكم طبعا في سياق حديثي مع تصريحات احمد رئيس الاتحاد الافريقي وتصريحات المهندس هاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وموجود في الاتحاد الافريقي بصفته الدوليه. بالاضافه لده كمان كان موجود النهارده دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان حضوره بالتاكيد مهم لان مصر بتستضيف كونجرس الاتحاد الافريقي، فبالطبع وزير الشباب والرياضه حضوره بيمثل الدوله المصريه في هذا الاجتماع اللي بالتاكيد مصر احتضن فيه الكره الافريقيه اخر حوالي شهر او شهر ونصف، كل الكره الافريقيه كانت موجوده في قلب الامه العربيه في مصر وطن الجميع. احمد النهارده في تصريحاته يمكن قال خبرين مهمين جدا، اول حاجه اتكلم على تعيين صامويل ايتو وديديه دروجبا مساعدين واستشاريين خاص مستشارين خاص
لرئيس الكونفدرالية الإفريقية خلال الفترة القادمة. وأحمد أحمد في سياق حديثه وكلامه قال للكونفدرالية والجمعية العمومية أنه قرر تعيين دروكبا وإيتو دون الرجوع للمكتب التنفيذي ودون الرجوع للجمعية العمومية، لكنه يعتذر عن يعني انشغاله بأوقات العمل خلال الفترة الأخيرة وعدم مفاتحة المكتب التنفيذي والجمعية العمومية في تعيين دروكبا وإيتو، وبالتالي بيستسمحهم أنهم يوافقوا على هذا القرار بتعيين دروكبا وإيتو خلال الفترة القادمة كمستشارين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لما لهم بالتأكيد من ثقل كبير في القارة الإفريقية كنجمين كبيرين، سواء صامويل إيتو مع الكرة الكاميرونية والمنتخب الكاميروني أو حتى ديدي دروكبا مع الكرة الإيفوارية، وبالتأكيد كان ليه باع طويل في الكرة الأوروبية وتحديدا مع نادي تشيلسي الإنجليزي. الجزئية الثانية، أحمد أحمد قال إن الكاف بيعيش وضع خطير جدا بسبب افتقاده لوضع قانوني خاص به، واتكلم أحمد أحمد على بعض المواقف بالنسبة له هو على الوضع الشخصي لما حصل معاه في فرنسا عندما تم إيقافه للاستفسار منه عن بعض الأمور القانونية. قال بالتأكيد لو أنا رئيس للاتحاد الإفريقي ولي وضع دبلوماسي أو لي وضع استراتيجي لما بكون رئيس للكونفدرالية الإفريقية في أي مكان، ده بالتأكيد بيساعدنا إن احنا نتحرك في أي مكان دون أي مشاكل. فبالتالي قال النهاردة الكاف لا هو جمعية بتخضع للقانون المصري ولا هو هيئة بتخضع للقانون الدولي، وقال إن البروتوكول الموقع ما بين مصر مع الاتحاد الإفريقي المفروض بيسمح بتعيين 50% 50% ما بين الموظفين والعاملين داخل الاتحاد الإفريقي ما بين مصريين أو أجانب القادمين من القارة الإفريقية للعمل داخل الكونفدرالية الإفريقية، لكن عندما جاء وجد العكس، وجد 65% من المصريين و35% من القارة الإفريقية موظفين عاملين من الخارج وأجانب موجودين في القارة الإفريقية. وقال كمان أنهم موجودين من خلال تأشيرات سياحية ليس من خلال يعني إقامة دائمة داخل مصر. طبعا كلامه ده بالنسبة لنا كان غريب شوية، لأن المفروض في اتفاقية وفي تعاون كبير جدا بين مصر والاتحاد الإفريقي على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي، والاتحاد الإفريقي بيحظى باهتمام كبير جدا من الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة. ولا أخفى عليكم سرا أن تأسيس الاتحاد الإفريقي من الأساس كان من خلال الدولة المصرية بالمشاركة بالتأكيد كمان مع أثيوبيا والسودان في فترة الخمسينيات، مع استضافة مصر كمان لبطولات إفريقية عديدة في السنوات الأخيرة، وأخيرها البطولة اللي استضافتها مصر في وقت قياسي جدا وأنقذت الكونفدرالية الإفريقية باستضافة هذا الحدث الكبير. رئيس الاتحاد الإفريقي قال أن ضرورة معالجة هذه المشاكل داخل الاتحاد الإفريقي في أسرع وقت خلال الفترة القادمة، لأن بالتأكيد كل هذه الأمور بتواجه أو بتخلي العاملين داخل الاتحاد الإفريقي بيواجهوا صعوبة جدا في التعامل وفي العمل في الفترة القادمة. وألقى الحديث كمان أحمد أحمد على جزئية التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف أنه هو من خلال اتصالاته مع إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي طلب أن الاتحاد الدولي من خلال لجنة إدارية برئاسة فاطمة سامورة السنغالية والأمين العام للاتحاد الدولي تكون ليها دور قوي مع الاتحاد الإفريقي الفترة القادمة لإعادة الهيكلة والحوكمة في الاتحاد الإفريقي لضبط إيقاع العمل ودولاب العمل الإداري والمالي خلال الفترة القادمة في الكونفدرالية الإفريقية. وبالتالي كلام أحمد أحمد بيأكد أن ده تم من خلاله بالاتفاق مع جاني إنفانتينو، من خلال بالتأكيد فاطمة سامورة السنغالية الأمينة العام للاتحاد الدولي وما لها من خبرات وتعامل في القارة الإفريقية ستكون على رأس هذه اللجنة، وبالتالي هو سعيد بتواجد هذه اللجنة خلال الفترة القادمة ولفترة محددة لإعادة ضبط العمل داخل الاتحاد الإفريقي خلال الأيام القادمة رغم الصعوبات اللي ممكن يواجهها الاتحاد الإفريقي. كلام أحمد أحمد كان ليه رد مهم جدا من المهندس هاني أبو ريدة الرئيس المستقيل لاتحاد الكرة المصري، وهو بالمناسبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، اللي قال ردا على أحمد أحمد في بداية كلامه، ويمكن النهارده يمكن انا التقيت بالمهندس هاني ابو ريدة على هامش اعمال الجمعيه العموميه وسالته على رد الفعل بعد ما قال احمد احمد هذه التصريحات الغريبه في بدايه اعمال الجمعيه العموميه. المهندس هاني ابو ريدة في بدايه كلمته قال ان هو مندهش من الكلمه اللي مكتوبه لاحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وحدد بالوصف قال الكلمه اللي مكتوبه، بمعنى ان هو يقصد ان احمد احمد ذكر كل ما قيل من خلال خطاب كان مكتوب قدامه بيقوله بالظبط او نصا ما مكتوب قدامه عشان يشرحه للجمعية العمومية. فالمهندس هاني أبو ريدة اتكلم إلى أن هذا الكلام المكتوب بالتأكيد في رد عليه أن مصر استضافت اجتماعات عديدة للاتحاد الإفريقي، مصر كان لها دور كبير جدا في استضافة الاتحاد الإفريقي وفي إنشاء أساسا الاتحاد الإفريقي في فترة الخمسينيات واستضافة أكبر من حدث إفريقي كبير خلال الفترة القادمة وخلال الفترة الماضية، لكن
جزئية التعامل مع العاملين أو الموظفين في الاتحاد الإفريقي أو حتى أعضاء المكتب التنفيذي عندما يأتوا إلى مصر، فكرة أن هم يحصلوا على الجنسية أو يحصلوا قصدي على التأشيرات الدبلوماسية أو التعامل معهم بشكل خاص، قال هنا في نظام وفي دولة لها مؤسسات ولها قوانين معينة. عشان تطلب الطلب ده أكيد في إطار قانوني معين لازم تمر بيه، سواء من خلال التشريعات أو من خلال مجلس النواب، عشان تقدر إذا كنت فعلا هتاخد هذا الإجراء لمساعدتك خلال الفترة القادمة. لكن مصر أبدا عمرها ما كانت واقفة في خطة عمل الاتحاد الإفريقي، وبالعكس مصر دائما بتساعد الاتحاد الإفريقي على أي عمل بتقوم بيه. ده كان رد المهندس هاني أبو ريدة على كلام أحمد. إنفانتينو كان ليه رد مختلف. إنفانتينو في بداية حديثه قال يا جماعة أنا جاي الجمعية العمومية عشان أسمع وأتكلم في الكورة، مش جاي أسمع مشاكل ولا جاي أتكلم على مشروعات ولا جاي أتكلم على مقر ولا جاي أتكلم على تأشيرات أو عدد موظفين 50-30-40% والكلام ده كله. قال لهم ده بداية كلامه بالظبط، قال أنا جاي أتكلم في الكورة، والمفروض لما تقعدوا بتتكلموا بالتأكيد في الكورة. فتصريحات إنفانتينو كمان تطرقت إلى جزئية مهمة جدا، واتكلم على تنظيم مصر المبهر لكأس الأمم الإفريقية، وقال إن هو من أول يوم في هذه البطولة وافتتاح مصر لهذا الحدث الكبير شاف اهتمام وسائل الإعلام بهذا التنظيم الكبير. وأكد النهاردة إنفانتينو في هذا الحديث إن هو بيهني مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الإفريقية حيث قدمت بطولة ممتازة. وأضاف قائلا بالعربية مبروك، مشيرة إلى أن مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة. وعن المشاكل اللي ممكن يمر بها الكاف خلال الفترة القادمة، قال إن الفيفا بيحاول قدر الإمكان يساعد الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة لكي يتمكن من العودة إلى الطريق الصحيح. أما عن تعيين السنغالية فاطمة سامورة السكرتير العام للفيفا للقيام بمهام السكرتير العام للكاف بدءا من أول أغسطس المقبل، أكد إنفانتينو أن الأمر عبارة عن تعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي، وقال أنه قرر انتداب أكبر مسؤول إداري في الفيفا زي فاطمة سامورة لرفع كفاءة العمل في الاتحاد الإفريقي. وده الجزء اللي كان بيشتكي منه أحمد خلال فترة عمله في الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الماضية. لكن الجزء اللي بيؤخذ بس على الاتحاد الإفريقي أو رئيس الاتحاد الإفريقي فكرة الحديث عن المقر وعدد العاملين والتمثيل المصري الإفريقي، المفروض الكل بيعمل داخل المنظومة الإفريقية. مصر بالتأكيد بتستضيف المقر في سنوات طويلة جدا، وكل التسهيلات موجودة للاتحاد الإفريقي. فبالطبع كان يعني تعليق من رئيس الاتحاد الإفريقي لم يكن في توقيته خلال الفترة الحالية. دي كانت جزئية مهمة جدا بخصوص أعمال الجمعية العمومية. النهاردة على هامش الجمعية العمومية كان في اجتماعات للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي. طبعا كلنا عارفين ان المهندس هاني أبو ريدة والكابتن طارق البشماوي التونسي موجودين في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بصفتهم اعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. لكن النهارده كان في انتخابات على المنصب المكتب التنفيذي او في منطقه شمال افريقيا في المكتب التنفيذي، لان النهارده كان في عدد من المقاعد بيتم الانتخابات عليهم سواء في منطقه الشمال او في الغرب والوسط والجنوب. منطقه الشمال كان فيها تنافس على مقعد واحد فقط، ونزل في هذا التصويت الكابتن الدولي الحكم السابق عبد الحكيم الشلماني وامامه الجزائري البهلولي عمار. كانت منافسه حاميه الوطيس بين الليبي والجزائري. عبد الحكيم الشلماني طبعا كان حكم دولي سابق وسبق ليه اداره العديد من المباريات السابقه للمنتخبات المصريه والوطنيه للشباب والمنتخب الاول، وايضا ادار عديد من المباريات للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه. حكم دولي كان متميز جدا في فتره ما كان موجود اكتر من حكم موجود، سواء محمد القزاز من المغرب، ايضا كمان حكام من تونس زي طبعا قيرات التونسي، حكام كانوا موجودين على اعلى مستوى في الفتره ديت. فبالتالي الشلماني فكر انه ينزل المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي خلال هذه الفتره. حصل الشلماني على 29 صوت في أصوات الاتحاد الإفريقي والجمعية العمومية مقابل حصول الجزائري البهلولي عمار على 21 صوت، بينما امتنعت 3 اتحادات بثلاث أصوات عن التصويت في المكتب التنفيذي وعلى مقعد شمال إفريقيا، ليفوز عبد الحكيم الشلماني بمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا، مع وجود فوزي لكجع النائب المغربي وأيضا أبو ريدة وطارق البشماوي في منطقة شمال إفريقيا. اتكلم النهارده اعضاء الاتحاد الافريقي على ان كاس الامم خلال الفتره القادمه سيتابعها ما يقرب من حوالي مليار مشاهد. مليار مشاهد هيحضروا قصدي هيتابعوا خلال الساعات القادمه نهائي افريقيا غدا ان شاء الله عبر شاشات التلفزيون. والاتحاد الافريقي ايضا هناك النهارده قرر تعيين لجنه للحوكمه واعاده الهيكله. هذه اللجنه بيراسها كاميروني وسيكون فيها عضو نسائي خلال الفتره القادمه. كلها كانت تفاصيل مهمه سواء المتعلقه بتصريحات أحمد أو رد إنفانتينو أو رد هاني أبو ريدة، مع جزئية انتخاب الشلماني كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي
موجود ضمن الكرة الليبية أو صوت ليبي موجود في المكتب التنفيذي مع الكابتن أبو ريدة والكابتن البشماوي وفوزي لجع خلال الفترة القادمة. خبر مهم كمان متعلق بنهائي الأفريقية سواء دوري أبطال أو الكونفدرالية، تقرر بشكل رسمي خلاص أنها هتكون مباراة واحدة في نهاية البطولة في شهر مايو أو أوائل يونيو القادم. أحمد أحمد خلال الجمعية العمومية النهاردة في القاهرة أكد على أن خلاص الاتحاد الأفريقي قرر بشكل رسمي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا ونهائي الكونفدرالية سيكون مباراة واحدة في النهائي، وسيتم اختيار الدولة اللي هتستضيف المباراة النهائية من خلال انتخاب أو من خلال اختيارات وتصويت على الدولة اللي هتستضيف، وكل دولة عايزة تنظم المباراة النهائية هتقدم من خلال كراسة شروط لاختيار المدينة اللي هيتم التواصل أو التنفيذ عليها في إقامة المباراة النهائية عليها، وده اللي بيحصل بالتأكيد فيها الاتحاد الأوروبي خلال الفترات الماضية. دي كانت أخبار متعلقة بالكرة الإفريقية، وخلال الفترة القادمة إن شاء الله كمان بنشوف ما سيحدث في الاتحاد الأفريقي خلال الفترة القادمة. طيب قبل ما ننتقل لباقي التفاصيل، معايا على الهاتف الكابتن عبد الحكيم الشلماني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بعد انتخابه اليوم بمجمل اصوات 29 صوت. كابتن عبد الحكيم الشلماني الف مبروك ليك، ويعني كل التوفيق ليك في المرحله القادمه، وبالتاكيد تستحق مكانه في المكتب التنفيذي والكره الافريقيه بعد ما يعني حققت نجاحات كحكم دولي سابق ليبي في المباريات الدوليه السابقه. شكرا اخوي محمد، في البدايه نحييك ونحيي قناه الاهلي وجماهير الاهلي، وشكرا وبارك الله فيك على الاستضافه. طيب كابتن شلماني، اولا عايز اعرف ليه فكرت تنزل انتخابات المكتب التنفيذي، ويمكن خلال السنوات الاخيره ليبيا للاسف ما كانتش ليها تمثيل داخل المكتب التنفيذي في السنوات السابقه. والله يا اخوي محمد انت عارف طبعا الظروف اللي احنا نمر بها ده، ان شاء الله ربي يفرج علينا وعلى ليبيا. طبعا الفتره الماضيه كان الرئيس السابق لما وضعوا كرسي بشمال افريقيا كان الرئيس السابق الدكتور جمال بالتزكيه، والمرحله هذه دخلناها بالانتخابات نحن والجزائر بحيث نقدر نقدم شيء، نحن تبعدنا كليبيين وككره ليبيه تبعدنا بعد كامل في فترات طويله، ولنا فتره تقريبا بعيده ما كانش عندنا حد في المكتب التنفيذي، فحاولنا وسعينا من خلال اتحادنا ومن خلال مطالبه الجمعيه العموميه في ليبيا ومطالبة المجلس الإدارة أن لازم يكون عندنا عضو، والحمد لله يعني الحمد لله اليوم دخلنا للانتخابات وحطوا فينا ثقة وإن شاء الله يكون بحسن الظن. يعني النتيجة بتبين إن كانت في منافسة قوية مع البهلولي عمار من الجزائر، يعني 29 صوت لحضرتك مقابل 21 صوت للجزائر، كانت منافسة قوية. كانت منافسة قوية أولا كل حضرتك، وهذه منافسة طبعا هذه تعرفها طبعا الانتخابات تعرفها بالتاكيد تكون صعبه وتكون في منافسه، وانا طبعا الان ممثل مع الاخوه المؤثرين في المكتب التنفيذي لشمال افريقيا، والحمد لله الامور تمت بصوره طيبه والحمد لله خذينا كرسي في المكتب التنفيذي. طيب اول ملف هتكون بالتاكيد بتهتم به في اول اجتماع للمكتب التنفيذي وبخصوص الكره الليبيه، الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه السنه القادمه من ليبيا بعد بالتاكيد ما توقف الدوري في ليبيا، غير حتى يعني حتى هذه اللحظه غير محدد مين اللي هيشارك في البطوله القادمه، هل نفس الانديه الليبيه اللي كانت موجوده الموسم الماضي ولا هيتم التغيير خاصه بعد التصنيف ما اعلن ليبيا بعد 12 اتحاد او بعد 12 منتخب في التصنيف الاوائل في القاره الافريقيه؟ احنا سعينا بكوننا رئيس الاتحاد الان، سعينا ان احنا نكون مشاركين باربع فرق الموسم الماضي نظرا للظروف اللي صارت عندنا القاهره لايقاف الدوري بعد قبل انتهاء مرحله الذهاب، ولكن قرار الاتحاد ولجنه المسابقات كان امس بمشاركه فريقين نظرا للتصنيف اللي فيه نحن الان، فحل يشارك طبعا من خلال ما طالبه الاتحاد الافريقي اللي هو بطل الدوري وبطل الكاس العام الماضي فريقين. تمام كابتن شلماني ببارك لك وكل التوفيق ليك، وزي كده ما امتعتنا كحكم دولي متميز في فترات سابقه، ان شاء الله نشوف تطور للكره الافريقيه على ايديك بقى داخل المكتب التنفيذي مع كل الزملاء. شكرا اخوي محمد، لكن حييك ونحيي نادي الاهلي العريق، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نكون مساندة مع اخوتي في المكتب التنفيذي نرفع مستوى الكره الافريقيه ونرجع هيبتها السابقه، وبارك الله فيكم. بارك الله فيك وكل المسانده ليكم يا رب خلال الفتره القادمه. شكرا كابتن عبد الحكيم الشلماني. طيب برضو حاجه مهمه جدا وانا بتكلم في اخر الاخبار المتعلقه بالكره الافريقيه، يمكن النهارده حصل اجتماع للجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي بعد مؤتمر الجمعيه العموميه، وقررت العديد من الامور التصعيديه في القرارات الاداريه، يعني تم تصعيد فوزي لجع النائب الثالث للاتحاد الافريقي وبالمناسبه رئيس الاتحاد المغربي، تم تصعيده كنائب ثاني
لرئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، بينما اصبح الكونغولي كونستان عمارة هو النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي بدلا من النيجيري بينك اللي هو كان رئيس الاتحاد النيجيري في الفتره السابقه. داني جوردن اللي هو كان رئيس اللجنه المنظمه لكاس العالم في جنوب افريقيا 2010 اصبح نائب ثالث لاحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي. اذن النائب الاول اصبح كونغولي كونستان عماري هو نائب الاول لاحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، ثم تم تصعيد فوزي لكجع من نائب ثالث لنائب ثاني، والنائب الثالث اصبح هو داني جوردن من جنوب افريقيا وهو رئيس اللجنه المنظمه لكاس العالم 2010. طارق البشماوي رئيس لجنه الانديه لن يكون رئيسا لاجتماع اللجنه يوم الاحد القادم بعدما تم استبعاده اليوم وتم تعويضه بكونستان عمارة الكونغولي اللي كان نائب اول لرئيس الاتحاد الافريقي، بمعنى النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي كونستان عماري هو النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي احمد احمد، والنهارده تم تعيينه او اختياره رئيسا للجنه الانديه بدلا من طارق البشماوي التونسي خلال الفتره القادمه، واصبح احمد احمد هو رئيسا للجنه مسابقات الكان بدلا من النيجيري بينك اللي هو كان النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي. اذا احمد احمد النهارده بعد ما كان كمان رئيس الاتحاد الافريقي النهارده أصبح هو الرئيس اللجنة المسابقات لبطولات الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة، وبداية من النهاردة كانت قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وأصبح خلاص أحمد أحمد هو رئيس لجنة مسابقات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترات القادمة بدلا من النيجيري اللي كان موجود رئيسا لهذه اللجنة وأيضا نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي. زي ما قلت لكم الفترة الأخيرة في تغييرات كتيرة في الهيكلة وفي المكتب التنفيذي وفي الادارات العليا او التصعيديه المتعلقه بالادارات اللي تعمل تحت احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، لكن النهارده النقطه اللي كانت غريبه فيما يتعلق بالمقر وذكرتها لكم في بدايه حديثنا. على هامش كل هذه الاحداث النهارده كانت في قرعه للمنتخبات الافريقيه اللي هتشارك في كاس الامم خلال الفتره القادمه كان 2021 في الكاميرون. بالتاكيد بيهمنا منتخب مصر، لان منتخب مصر النهارده طبعا هو موجود في التصنيف الاول زي ما قدامكم على الشاشه، دي المنتخبات المشاركة ودي خلاص القرعة الرسمية النهائية للمنتخبات اللي هتلعب خلال الفترة القادمة. مصر في التصنيف الأول في المجموعة السبعة معاها منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر، دي المنتخبات اللي مشاركة مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة. أولا في مباراة تمهيدية هتتلعب في شهر أكتوبر القادم، ثم ابتداء من شهر نوفمبر الجولة الأولى والجولة الثانية هتتلعب في أول شهر نوفمبر، وتستمر المباريات حتى الجولة السادسة الى نوفمبر عام 2020. البطوله طبعا هتبدا 2021 صيف 2021، فعلى مدار يعني حوالي تقدر تقول يعني على مدار سنتين الا حوالي شهرين ثلاثه هتتلعب التصفيات، وهتبدا من شهر نوفمبر القادم حتى نوفمبر 2020. المجموعات سريعا، المجموعه الاولى مالي غينيا ناميبيا والفائز من ليبيريا وتشاد، المجموعه الثانيه بوركينا فاسو اوغندا ملاوي والفائز من جنوب السودان وسيشيل، المجموعة الثالثة غانا جنوب إفريقيا السودان والفائز من موريشيوس وسواتيني، المجموعة الرابعة الكونغو الديمقراطية الجابون أنغولا والفائز من جيبوتي وغامبيا، المجموعة الخامسة المغرب موريتانيا إفريقيا الوسطى وبروندي، المجموعة السادسة الكاميرون كافيردي موزمبيق رواندا، المجموعة السابعة مجموعة منتخب مصر مصر كينيا توجو جزر القمر، المجموعة الثامنة الجزائر زامبيا زيمبابوي بوتسوانا، المجموعة التاسعة السنغال جمهورية الكونغو غينيا بيساو إسواتيني، المجموعة العاشرة مجموعة صعبة يعني تعتبر مجموعة الموت تونس ليبيا تنزانيا غينيا الاستوائية، المجموعة الحادية عشر الكوت ديفوار النيجر مدغشقر إثيوبيا، المجموعة الأخيرة والثانية عشر نيجيريا بنين سيراليون لسوتو. دي مجموعات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة القادمة. اروح بسرعه لاخبار النادي الاهلي، النهارده كان بالتاكيد في اخبار مهمه في النادي الاهلي. طبعا بالامس كان في راحه سلبيه للاعبين بعد العوده من معسكر اسبانيا، النهارده اول تدريب للفريق استعدادا للمرحله القادمه. استأنف الفريق تدريباته النهارده على ملعب مختار التتش بعد العوده من اسبانيا، خض معسكر قوي في مدينه اليكانتي في اسبانيا ولعب ثلاثه مباريات وديه، لكن غدا في مباراه وديه امام نادي البلاستيك في الساعه 6 مساء استعدادا لمواجهتي المقاولين العرب والزمالك في ختام منافسات الدوري الممتاز. مارتن لاسارتي بيجتمع مع الجهاز المعاون قبل المران المسائي، جلسه كانت تحضيريه النهارده لمارتن لاسارتي مع الجهاز المعاون لمناقشه برنامج الاعداد لمواجهتي المقاولين العرب والزمالك خلال الفتره القادمه بعد العودة من أسبانيا. لاسارتي بيتسلم تقرير عن حالة اللاعبين المصابين محمد محمود سعد سمير كريم نيدفيد شريف إكرامي، بالإضافة لرمضان صبحي اللي اشتكى كده من آلام خفيفة في العضلة الضمة. الجهاز الفني بيطمئن على حالة رمضان صبحي النهاردة في المران المسائي،
وزي ما قلت لكم في بدايه الانترو، اليو ديانج النهارده كان موجود في الاهلي بعد انتهاء الكشف الطبي اللي خضع عليه ظهر اليوم، وظهر في التدريب بعد توقيعه بشكل رسمي العقد مدته 5 مواسم. اختبارات الناشئين بتتوصل لليوم الخامس، وخلال الفتره القادمه في اختبارات ان شاء الله لمواليد 2008 و2009 و2010 بدات من النهارده الخميس. خبر كمان مهم جدا بعد ختام اخبار النادي الاهلي النهارده، كان في قرار غريب شويه وهو تغيير حكم مباراه نهائي افريقيا. كلنا عارفين ان خلال الساعات الاخيره كان في بيان طلع من الاتحاد الافريقي ان الحكم فيكتور جيميز الجنوب افريقي هو اللي هيدير مباراه الغد بين السنغال والجزائر، لكن فوجئنا النهارده ان طاقم التحكيم بالكامل هيكون طاقم تحكيم قدامكم في الصوره ده فيكتور جوميز، ده اللي كان هيدير مباراه الغد بين السنغال والجزائر، لكن فجاه الاتحاد الافريقي غير طاقم التحكيم وظهر اليوم نيانت الحكم الكاميروني قدامكم في الصوره هو اللي هيدير المباراه. يعني المعنى في بطن الشاعر، يعني بعد ما كان فيكتور جوميز بقى اليوم نيانت، وفيكتور جوميز من الحكام المتميزين، لكن ما تفهمش الفتره الاخيره بقت في يعني تحيز اكتر للتحكيم الافريقي اللي موجودين حتى في المباريات النهائيه. طاقم تحكيم كاميروني اليوم نيانت، ايفرست نيكومبا المساعد الاول، ايفرست سيجياي المساعد الثاني، والحكم الرابع من الجابون، والمساعد من السودان، وايضا كمان المنسق العام او المراقب العام للمباراه احمد مجاهد من مصر، ويكون حكم الفار من فرنسا، حكم الفيديو اسيست ريفري من فرنسا اسمه ميليو بنيوت، ومساعديه حكم من جنوب افريقيا ومن نيجيريا ومن مدغشقر. طيب ده بشكل عام الاحداث المتعلقه بالافريقيه والجمعيه العموميه والاختيارات في الفتره القادمه والتعديلات اللي طرقت على المكتب التنفيذي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل هيكون معايا الناقد الرياضي الاستاذ علاء عزت، لان كمان في اخبار مهمه هنقولها معاه وهناقش معاه كل ما قلناه النهارده في بدايه هذه الفقره، سواء المتعلقه بالاتحاد الافريقي، ما يدور في الكره المصريه، المدير الفني القادم لمنتخب مصر، مدرب وطني ولا مدرب اجنبي، وتفاصيل كده مهمه جدا خلف الكواليس بتدور في هذه الفتره، وايضا كمان سنلقي الضوء بالتاكيد على استعدادات النادي الاهلي للمرحله القادمه. بعد الفاصل الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي. اهلا وسهلا بحضراتكم في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله، وفقره زي ما قلت لكم فقره مهمه جدا عشان الاعلام الرياضي في التوقيت ده ليه دور محوري، سواء في ارائه او في وجهات نظره في المرحله القادمه، عارف الايجابيات وعارف السلبيات وعارف الامور اللي احنا بنمر بيها في الكره المصريه حدثت على مراحل معينه، لكن ازاي بنعرف نتخطى هذه المراحل او ازاي نعرف نطلع صح من هذه المراحل. النهارده كانت في تصريحات مهمه سواء في مؤتمر الجزائر او السنغال او حتى في مؤتمر الاتحاد الافريقي والجمعيه العموميه والقرارات اللي صدرت النهارده، بتاكيد كل هذه التصريحات وكل هذه الاخبار كانت مسار حديث كل وسائل الاعلام حتى هذه اللحظه. لذلك انا برحب بضيفي الناقد الرياضي الكبير والكاتب الصحفي الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي بمجله الاهرام العربي. استاذ علاء مساء الخير، منورنا ومشرفنا. مساء الخير محمد، كل سنه طيب، وانا سعيد جدا ان انا مره ثانيه معاك. يعني انا اسعد يا استاذ. ربنا يخليك. حظك كويس النهارده في احداث ساخنه وتفاصيل كتيره لدرجه ان الواحد مش قادر يستوعب الكم الاخبار اللي على مدار الساعه على مدار الساعه، كم اخبار غير عاديه. الواحد خايف ان كل شويه اخبار بتقع منه، كل ما تيجي اخبار جديده تقع منه اخبار قديمه، فلا اليوم جو صعب جدا. جدا بالظبط كده. طيب انا قبل ما اخش في هذه الاخبار، لان معايا تقرير صوتي عن مباراه الجزائر والسنغال، عايز اعرف الاول بدايه تعليقك على هذه المباراه، وشايف مباراه الجزائر والسنغال ازاي؟ انا شايف ان دي مباراه وصلت 50% من الترشيحات. احنا قبل البطوله كان تقريبا كل الخبراء وكل المتابعين الجيدين للمنتخبات الافريقيه كله كان بيرى ان السنغال هيكون طرف مباراه نهائي، وده حصل، فدي 50% منها. ال 50 الثانيه كانت مفاجاه اللي هي وصول الجزائر للمباراه النهائيه، فبالتالي انا بقول ان يعني ده نجاح 50% من التوقعات. وللاسف خابت توقعات كل 90% من الخبراء كلهم، يعني قليل منهم اللي كان متابع جيد قال لك للسنغال، لكن كانوا بيحطوا السنغال مع مجموعه منتخبات، لكن ما كانش حد عارف يقول مين بالظبط، لكن هنقول ان السنغال كانت مرشحه ووصلت المباراه النهائيه بالفعل. لكن المنتخب الثاني منتخب الجزائر كان مفاجاه طبعا وصوله للمباراه النهائيه، طبعا دي كانت واحده من اكبر واهم المفاجات في البطوله على الاطلاق. يعني مين المنتخب اللي كنت تتوقع عليه وجوده في المباراه النهائيه؟ نيجيريا. نيجيريا طبعا كنت اتوقع بعد ما كسبت الكاميرون مباراتها مع الكاميرون دي، انا قلت ده منتخب نيجيريا الحقيقي، وقلت ان هو كشر انيابه وان ده المنتخب اللي انا كنت منتظره، فكنت متوقع ان تكون نيجيريا وتكون موجوده في المباراه النهائيه،
الكاميرون كنت الكاميرون كنت انا بطبيعتي بحب منتخب الكاميرون من صغري بحبه، ف قلت الكاميرون تكون موجوده، لكن طبعا كنت متوقع طبعا منتخب مصر كنت مستبعده تماما خالص، يعني ما كنتش يعني كان اقصى طموحي يوصل مربع ذهبي بس، لكن بالزبط. ما وصلش يعني كان امر مفروغ منه، لدرجه ان ما كنتش حتى بحاول ان انا اسجل او اقول انطباعاتي عن منتخب مصر قبل بدايه البطوله عشان لا اتهم بان انا بسطر احباط او ان انا لي اهداف اخرى ومقارب اخرى في ان انا ما اقولش منتخب مصر مرشح او اي حاجه من كده، لكن كنت بحتفظ برايي الشخصي وما كانش مفاجاه بالنسبه لي، كنت برضو كنت شويه ممكن اتوقع ان منتخب المغرب بعد اداؤه في كاس العالم يكون ليه دور مهم جدا في البطوله دي، قلت ان منتخب المغرب الاسهم بتاعته في التصاعد، كاس العالم عملوا خير ما يكون، كان رائع، منتخب رائع جدا في كاس العالم، فتوقعت ان هو هيعيش فتره ذهبيه جديده، فللاسف برضو خابت توقعات منتخب المغرب وكان اول منتخب خرج من دور ال 16 ودي كانت برضو واحده من المفاجات الكبيره جدا. طيب قبل ما نكمل حديثنا في حلقه النهارده، لان الحلقه فيها تفاصيل كتير واخبار مهمه نتناقش فيها ونسمع رايك فيها يا استاذ علاء، نروح لتقرير صوتي بيتكلم على مباراه الجزائر والسنغال، كيف تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية، كيف استعد جمال بلماضي واليو سي سي إلى هذه المباراة الختامية، والمدرب الوطني في السنغال وفي الجزائر بيقود منتخب بلادهما في ختام كأس الأمم الأفريقية رقم 32. نروح لهذا التقرير ثم نواصل الحديث مع الأستاذ علي عزت بعد هذا التقرير. تتجه أنظار الوطن العربي والإفريقي في التاسعة مساء الغد صوب ملعب القاهرة الدولي لمشاهدة المباراة الختامية للبطولة الأبرز كأس الأمم الإفريقية التي ستجمع بين الجزائر والسنغال. المنتخب الجزائري بقيادة المدرب الوطني جمال بلماضي يطمح وبقوة لتتويج بلاده ملكا على القارة السمراء للمرة الثانية في تاريخه، والتي ستصطدم بطموحات وأحلام وأمنيات المنتخب السنغالي بقيادة مدربه الوطني اليو سي سي والراغب في تحقيق أول ذهبيات بلاده بالكان في تاريخها. يطمح رياض محرز في قيادة محارب الصحراء للتتويج باللقب وتأكيد تفوقه على نظيره ساديو ماني بعد أن حقق لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي على حساب منافسه ليفربول الذي خسر اللقب آخر جولات البريمير ليج. في المقابل يسعى ماني لقيادة أسود تيرانجا لتحقيق اللقب الأول لهم والمنافسة بقوة بعد ذلك على لقب الأفضل على مستوى القارة الإفريقية. تعود المرة الوحيدة التي شارك فيها المنتخب السنغالي بالمباراة النهائية من 17 عاما وتحديدا عام 2002 بالبطولة التي استضافتها مالي وخسر اللقب لصالح الكاميرون بركلات الترجيح، بينما تعد هذه المرة هي الثالثة للمنتخب الجزائري الذي يخوض فيه نهائي الأمم الإفريقية، حيث خاض مبارتين في الجولة الختامية من قبل، حقق اللقب في واحدة وحل وصيفا في الثانية. خاض محارب الصحراء النهائي الأول عندما لعبوا أمام نيجيريا في البطولة التي استضافتها الأخيرة عام 1980 وخسر الجزائريون بثلاثية من دون رد. وبعد مرور 10 عوام من تلك الهزيمة عاد المنتخب الجزائري لخوض نهائي البطولة التي استضافتها الجزائر عام 1990. نجح محارب الصحراء في خطف اللقب الأول من نيجيريا بعد الفوز بهدف من دون رد. ليبقى السؤال، هل ستشهد أرض الفراعنة ملحمة كروية إفريقية جديدة يحكي عنها التاريخ؟ اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، وبعد هذا التقرير الصوتي عن مباراه الجزائر والسنغال هنتكلم عن هذه المباراه بتفاصيل اكتر، لكن بالتاكيد عندنا احداث مهمه جدا ومهم جدا اسمع فيها راي الاستاذ علاء عزت. استاذ علاء، تحب ابدا منين، مؤتمر الصحفي للجزائر والسنغال ولا الجمعيه العموميه وكلمه احمد على هامش افتتاح اعمال الكونجرس الافريقي ولا انتخابات المكتب التنفيذي؟ تحب نبدا منين؟ كله زي بعض، كله خط متشابكه، يعني تقريبا كلها متشابكه، كل خط متشابكه كلها، يعني لو بديت مؤتمر صحفي هتلاقي فيه كلام على الاتحاد الافريقي، لو دخلت الاتحاد الافريقي هتلاقي كلام على الانتخابات، لو دخلت الانتخابات تلاقي، يعني هي دايره مغلقه، البطوله كلها دايره مغلقه. طبعا، وفي يعني اكثر من علامات استفهام، في علامات تعجب كتيرة جدا في الاجتماع النهارده بتاع الكونجرس الكاف ده، النهارده كان في علامات تعجب كبيره جدا، وفي حاجات محتاجه توضيح، وفي كواليس كتيره جدا مش مفهومه. انا لحد دلوقتي يعني عايز اقول ان بالنسبه لي احمد شخصيه لحد دلوقتي شخصيه مبهمه، يعني بالنسبه لي يعني شخص
انا ازاي اكون قاعد على منصه وبكيل يعني بشيد بمصر بهذه الطريقه واتكلم على مصر وانقاذ البطوله وان ازاي مصر ليها دور. مش هتكلم عن دور مصر ان هو نجحته يعني، لكن طبعا دي معروفه للكل، لكن انا ازاي اناقض نفسي وانا في مكان معين وخلال وقت معين وقدام نفس الجمهور اناقض نفسي، ازاي اقعد اشيد بمصر الاشاده الفظيعه دي وان مصر انقذت اتحاد افريقيا وان مصر قدمت اعظم بطوله وان لولا مصر مش عارف ما كانش ايه، ويتكلم عن النجاحات الكبيره على المستوى المالي، يعني بطوله كانت قال لك بطوله الجابون كانت 67 مليون دولار ارباح الكاف وصل دلوقتي 83 مليون، يعني بتتكلم في 20 مليون ده لسه ولسه الارباح بتاعت مباراه الغد ده بالزبط. يعني ممكن نعدي 90 مليون يعني، فالارباح ممكن مش هقول تضاعفت لكن على الاقل خلص في زياده بتاع اكتر من 30% في ارباح الكاف. انت عملت تتكلم كل ده والبث التلفزيوني والاستادات كلها، وتيجي بعد كده ان بقت صعوبات في موظف الكاف وبتاع، وبتفتح ملف مش وقته مش توقيته، حتى ان الامر استفز انفانتينو يعني قال له انا جاي اتكلم في الكوره. بالظبط يعني ازاي وبعد كده وايه المجال اللي اتفتح فيه المقر؟ وايه الصعوبات اللي عمل؟ وليه ما قالش الصعوبات دي قبل كده؟ ومن امتى سمعنا ان في صعوبات لمسؤول جاي يزور مصر من مسؤول اتحاد افريقيا؟ احنا مصر دي احتضنت 20 جمعيه عموميه للكاف. هات لي في مره ان في واحد تم منعه، هات لي في مره في تاشيره تصريحات، هات لي واحد طلع في بلده قال ان انا اتمنعت من دخول مصر، او السفاره المصريه ما سهلتليش مهمه دخول مصر. او اي حاجه، عمره ما سمعنا كده خالص. بنشوف كل دول بتيجي وبتيجي قبلها بفتره، والاقامه هما بيشيلوا بالاقامه بيشيلوا كل حاجه. حديث النهارده عن نقل المقر ده فيه علامه تعجب كبيره جدا، يعني اولا التوقيت مش مناسب يقول فيه كده، الكلام متناقض جدا جدا جدا، وده بيفتح علامات استفهام كتير جدا لشخصيه الراجل نفسه، حتى بما فيها القرارات الكواليس اللي حصلت باقاله بعض الناس، تعيين بعض الناس. لا انا مش فاهم ايه يعني، انا شخصيته بالنسبه لي مبهمه وفي غموض كبير جدا في قرارات هذا الرجل. بعد كده قرارات كمان سريعه جدا متتابعه جدا، يعني ال- 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 الكاف ما عندوش حاجه استقرار من ساعه ما جه، التعيينات كتيره جدا والاقالات كتيره جدا، التعديلات حتى في لوائح البطوله اسرع بكتير جدا من الحقيقه. يعني نفاجئ ان هو يزود بطوله كاس الامم الافريقيه، وبعد كده يروح يزود بطوله الشباب، بطوله مش عارف السيدات، يعمل مش عارف بطوله دوري ابطال نهائي دوري الابطال والكونفدراليه مباراه واحده، بعد كده تقليص عدد الاعضاء المكتب التنفيذي، وبعد كده يقول لك لا هنزود المستشارين. لا كل الكلام ده بسرعه قوي وبدون تمهيد وفي الجمعيه العموميه اصلا، يعني انا بسمع القرارات قبل الجمعيه العموميه ما بيكون موجود. النهارده يعني يا استاذ علاء في بدايه الجمعيه العموميه امام الكل قال انا بستاذن المكتب التنفيذي والجمعيه العموميه عشان ما طرحتش عليهم هذا الموضوع الامر. يعني طب ازاي ركبه عصام ولقيته اتنين مستشارين للرئيس الكونفدراليه؟ مش عارف يعني انا مش عارف، هل الراجل مرعوب دون ان يعلن عن اختصاصات خالص مجرد مستشارين بس. وخلي بالك الدايره دي هتوسع، خلي بالك الدايره المستشارين دي هتوسع جدا، هيجيب اختيار ايتو ودروبجا هيغضب بعض النجوم الكبار في افريقيا، وفي البعض هيطالب ان يكون موجود او هتوصل له رسائل ان في بعض النجوم الكبار هيضربوا. فانا واثق ان خلال اسبوع واحد بس الدايره دي توسع، دايره المستشارين، وهتلاقي فيها هتلاقي من مصر وهتلاقي من تونس وهتلاقي من المغرب، على الاقل خلاص على الاقل خلاص يضمن ان في تواجد على الاقل جغرافي، على الاقل جغرافي يعني. هيعمل فريق معاه. نعم؟ هيعمل 11 واحد. طبعا هيعمل لازم هو، لكن انا شايف محمد ان القرارات اللي مش قرارات، تصرفات وتصريحات احمد بتقول ان في خطر حقيقي في الكاف، ان الكاف فعلا في حاجه مش كويسه بتدور داخل الكواليس، وان الراجل ده بيحاول بقدر الامكان ان هو يبرأ نفسه، بيبعد فساد، بيدار على فساد، الله اعلم، لكن المشهد العام كله ما بيبشرش بخير. وفكره كمان انه يركز على ان عدد العاملين والموظفين جوه الكاف 65% مصريين و35% افارقه، ما في الاخر المصريين دول افارقه. مش عارف بس يعني ان احنا عرب يعني مش عارف. لا يعني غريبه، مش فاهم ازاي حتى يبقى هو رئيس لهذه المؤسسه وهذه المنظومه ويتكلم بهذا الشكل على عدد المصريين وعدد الافارقه، وان السفارات والدبلوماسيه والتاشيرات وتواجد الاقامه الدايمه. طب ما هو المكان وحتى بدون ما يطرح حلول، يعني حتى ما قالش ان في حل. ايه الحل؟ يعني انت بتعرض شكوى ايه الشكوى؟ انا مش فاهم ايه الشكوى، يعني ايه، هل العدد هو الشكوى؟ طب ما انت عملت قلق في المصريين، عمال عددهم بيتقلص كتير جدا، وفي كل اللجان عدد المصريين بيقلوا، واحنا برضه ملتزمين الصمت ومش عايزين نفتح الملف ده احتراما لوجود الكاف في مصر وحرصنا على وجود الكاف في مصر، لكن الاعلام المصري ساكت، وساكت
لاسباب كتيره جدا جدا، مش مجرد بس ان مرتبطه بالرياضه، مرتبطه بحاجات تانية جدا. احنا دوله، عندنا دوله مؤسسات، فبنحافظ على كل مؤسسات الدوله. مش شرط ان احنا بسهوله جدا 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 الاعلام المصري بكره الصبح يفتح ملفات الكاف، ولو فتحنا ملفات الكاف مش رد المهندس انا بريده تعليق عليه ايه؟ لانه بدا كلامه وقال الخطاب اللي مكتوب، معلش مثلا تصريحات احمد، لا ده قال له الخطاب اللي مكتوب لك واضح ان انت يعني بتقول موضوعات لازم تبقى الاول عارف خلفياتها ايه، ولازم انك تعرف ان انت في بلد فيها مؤسسات وليها قوانين وليها تشريعات، وعشان حتى الامور دي تتحل بتمر عبر طرق شرعيه او طرق معروفه عشان تقدر توصل للنتيجه اللي انت عايزها اذا كنت طلبت اصلا ده قبل كده. هو انتقاد مش رد. انا بعتبر ان هاني بريده انتقده على تصريحه ده بس بادب، يعني انتقده بادب وقال له انت بتتكلم في حاجه انت ما تعرفش كواليسها، واضح انك انت ما تعرفش خريطه العمل ماشيه ازاي، ما تعرفش الكيان ده الاتحاد الافريقي ده معمول ازاي، مصر عامله فيه ايه، دور المؤسسات المصريه فيه ايه. واضح بس يعني اولا لهجه المهندس هاني بريده كان فيها شيء من الغضب، بس الغضب اللي هو المكتوم شويه. انا سالته بعد جمالهم لكن طلب المهندس تعليقك على انا رديت لان كان واضح انه كان نبره صوته كان فيها غضب، بس طبعا المناخ العام ما كانش يسمح ان نبره الصوت تعلى اكتر من كده. وجود الرئيس الاتحاد الدولي، وجود مؤسسات عالميه كبيره جدا، وسائل اعلام عالميه كبيره جدا، الحدث عندنا في مصر. اعتقد لو كان هذا الاجتماع في دوله اخرى اعتقد كان الموضوع اختلف وليت طبعا. وليت المباراه النهائيه، وليت المباراه النهائيه طبعا. هي الرساله اللي انت عايز توصلها. ما انا مش عارف، ما انا عشان كده بقول لك تصريحات هذا الرجل غريبه، يعني تصريحاته غريبه وقراراته اغرب. يعني الراجل ده واضح ان هو مش فاهم النظام كويس، واضح طبعا. وده عيب ان الواحد يجي يكون خارج المؤسسه نفسها. يعني لما تكون واحد اتعامل في منظومه الكاف لفتره طويله جدا هيعرف يعني ايه العمل داخل منظومه الكاف، لكن ان هو جاي من بره فاكيد واضح ان في حاجات كتير جدا غايبه عنه. رد انفانتينو، انا بصراحه بعد كل التفاصيل دي وكل الكلام اللي سمعته الصبح وكنت موجود في الجمعيه العموميه الصبح، انا لفت انتباهي الكلمتين اللي قالهم انفانتينو. قال لهم يا جماعه يعني انا مش جاي اتكلم في مشاكل، وجاي اتكلم في مشروعات. الراجل جاي احتفاليه، جاي اتكلم في مشاريع، انا جاي اتكلم في كوره. كلموني في كوره، خاصه كمان ان هو لسه جاي من الجمعيه العموميه بتاعه امريكا اللاتينيه اللي كانت على هامش كوبا امريكا. كان في جمعيه عموميه وكان الكلام فيها مختلف خالص عن الكلام طبعا. دكم كانوا بيتكلموا في الاستثمار، كانوا بيتكلموا في الاستثمار ازاي يزودوا عدد المنتخبات المشاركه بدراسه فنيه للبطوله كونكاكاف، ازاي ما يدعوش منتخبات تانية ضيوف شرف، يجوا ضيوف شرف زي اليابان وقطر، ازاي يزودوا عدد المنتخبات، ازاي يعملوا رعايه اعلى من كده، البث التلفزيوني كان شيء متعلق بكره القدم. لكن النهارده هو الراجل نفسه مفوجئ النهارده بكلامه، واعتقد رده جمله قصيره جدا بس كانت رساله كبيره جدا لاحمد انك انت اخطات الحديث في هذا التوقيت. طيب، تم تشكيل لجنه لاعاده الهيكله جوه الاتحاد الافريقي. يعني كلامه اللي قاله في تصريحاته او في كلمته امام الكونجرس الجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي تم تنفيذه بشكل رسمي بعد انتهاء اعمال الجمعيه، وتم تشكيل لجنه بالفعل لاعاده الهيكله والحوكمه داخل مقر الكاف برئاسه شخصيه كاميرونيه وعضو نسائي سيتم اختياره خلال الساعات القادمه، وغالبا هيكون من تونس. تشكيل هذه اللجنه هتكون بالفعل لتنفيذ ما قاله احمد في تصريحاته؟ لا، اللجنه دي هتكون تيسير اعمال منها اكتر من واضح ان 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 احمد خايف من 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 شيء ما. واضح ان هو حاسس ان في مراقبه شديده جدا جدا عليه، مراقبه اعلاميه ومراقبه قضائيه. واضح ان عارف ان هو تحت الاعين، واضح ان قضايا الفساد هو اتحط فيها، موجود فيها في دائره الفساد. واضح ان هو ان التقارير الاعلاميه ازعجته جدا جدا، وخاصه تقرير بي بي سي اللي كان من يومين بالظبط، ده ازعجه جدا. فهو بيحاول ان هو على قدر امكانه في اسرع وقت ممكن يحاول انقاذ ممكن انقاذه من الهيكله، ان هو يبعد بعض الناس ويقرب بعض الناس، يحاول ان هو يعمل شكل ما. وهو كمان كان النهارده كان حريص جدا جدا ان هو ياخد دعم وبس فشل فيه، ان هو ياخد دعم من انفنتينو على الهواء مباشره، ان الاتحاد الدولي معاك، او الاتحاد الدولي هيساندك في اي قضيه تكون فيها، لكن ما حصلش. فانا بقول لحضرتك كل اللي بيحصل ده، كل الهيكله بتحصل دي، وكل التعيينات والتغييرات اللي عماله تحصل دي، وفاطمه ساموراي يتعظم دومها بشكل كبير جدا في الكاف، يعني سكرتير الكاف، ده منصب مهم، عظم دورها بهذا الشكل. اعتقد ان ده بيؤكد لي احساسي انا ان احمد خايف انه يتورط بحكم منصبه في قضايا، فبيحاول ان هو ينجو من المركب من خلال
عارف اللي هو تفريق الدماء، يعني هو عايز يخلي القماشه اوسع من كده، وفي نفس الوقت عمال يبعد بعض الناس. يعني شفنا النهارده بيبعد رئيس الاتحاد النيجيري اللي كان نائب الاول، بعد كمان طارق البشماوي. وطارق البشماوي، وطبعا ما انا بقول لحضرتك في كتير جدا حاجات علامه استفهام وعلامه تعجب. يعني طارق البشماوي الراجل القوي جدا جدا في الكاف يتم الاستغناء عنه او استبعاده بهذه الطريقه، رئاسه لجنه الانديه. وبعد كده كمان حتى يستبعد رئيس الاتحاد النيجيري على خلفيه تهمه فساد بيواجهها في بلاده، رغم انه ما اتحكمش عليه، وده امر برضه المفترض يكون يحتفظ بيها حتى صدور قرار، لانه استبعده كنائب اول، كنائب اول وكمان كرئيس للجنه مسابقات كاس الامم. بالظبط. واحمد يعني احمد هو اللي تولى مسؤوليه هذه البطوله. فانا بقول لحضرتك يعني عشان كده بقول لك راجل خايف، لان رئيس الاتحاد النيجيري متورط في بلاده في قضيه اللي هي ال 8.5 مليون دولار اللي هي كانت منحه الفيفا مكافاه كاس العالم. فمجرد ما الراجل ده رئيس الاتحاد النيجيري اسمه جه، على طول بادر احمد باستبعاده، لانه انا ده بياكد لك ان الخوف احمد احمد انه يتورط في قضيه فساد. كان المفترض عليه انه ينتظر حتى صدور حكم قضائي، وقتها كان ياخذ هذا القرار، لكن الاستعجال باقاله هذا الرجل ده بياكد ان احمد خايف من حاجات كثيره جدا. طيب على هامش كل هذه التفاصيل، النهارده كان في انتخابات مكتب تنفيذي في اكثر من مقعد في القاره الافريقيه. في الشمال كان في انتخابات على مقعد واحد في شمال افريقيا. كان بين عبد الحكيم الشلماني الحكم الدولي الليبي الاسبق، وكان قدامه البهلول عمار شخصيه جزائريه رياضيه. لم يصادف التوفيق او يحالف التوفيق في الانتخابات، وفاز الشلماني ب 29 صوت، وكان معانا في مداخله. الشلماني اسم كبير واسم محبوب وحكم كبير حكم كبير جدا، وجه هنا في مصر حكم ماتشات كتير جدا للاهلي والمنتخب، وكان وجوده مهم. ليبيا لازم ترجع، واعتقد ان فوزه ده هتبقى شيء انا سعدت بيه شخصيا. يعني ان عبد الحكيم الشلماني كشخص كحكم دولي انا بحبه حقيقي، والكره في ليبيا محتاجه هذا الشخص، محتاجه شخص يعني يكون موجود. محتاجه بشكل كبير جدا، لان كمان ليبيا عندها مشكله في نفس مشكله مصر بالظبط، بس مشكله اكبر، لان هو الدوري عندهم ما استكملش. وعندهم مشكله في ارسال اسماء الانديه اللي هتلعب في بطوله افريقيا الجايه. بالظبط. وتصنيف ليبيا بعد ما كان في اول 12 تراجع. فلو هيبعت نفس الاسماء، انا شايف ان وجود عبد الحكيم الشلماني، عشان كده انا مبسوط، لان كان انا كنت بتمنى يكون واحد من ليبيا يكون موجود في ظروف زي دي، علشان يقدر ينقذ الكره الليبيه من ازمات كتير جدا. دي ازمه كبيره جدا هنتكلم فيها، لكن في ازمات كتير جدا هتحصل ليبيا في التصفيات. في كمان ان منتخب ليبيا ما بيلعبش على ارضه، دي نقطه مهمه جدا. بيلعب في تونس او في مصر فدي اعتقد ان وجود الشلماني هيكون مكسب كبير جدا للكره الليبيه. طيب حاجه كمان مهمه، يمكن شفنا اول امس او امبارح بالليل كانت قرعه كاس امم اسيا القادمه، وهيبقى من خلالها ايضا نظام تصفيات كاس العالم 2022. شايف الكره في اسيا اتطورت ازاي بالمقارنه بافريقيا يا استاذ علاء؟ لان كمان الاتحاد الاسيوي رايح في سكه مختلفه تماما. تمام. وهو انا مش عايز اقارن افريقيا باوروبا. طبعا انا بقارن افريقيا يعني الاقرب ليها الكره في اسيا. لكن الاتحاد الاسيوي عامل دوري محترفين، في هيكله معروفه، ورخص مدربين، وفي رخص مدربين طبعا معتمده، يعني حتى رخص المدربين المعتمده صارم في اسيا بيشتغل في اوروبا. تعليقك على الجزئيه دي. لكن تتخيل يا استاذ محمد عدد المدربين المصريين اللي بيسافروا يتعاقدوا مع انديه وبيرجعوا في السر لعدم حصولهم على دورات تدريبيه، تخيل. واسماء، يعني انا اعرف مدربين مصريين كبار بيدربوا في الدوري الممتاز المصري، بيجوا لهم عروض لانديه كبيره في منطقه الخليج، ومجرد ما بيسافروا في هدوء، ويكون على ان يعلنوا من خلال وجودهم في هذه الدوريات يعلنوا تعاقدهم معهم، فجاه بيرجعوا، ولما بنعرف هم رجعوا ليه ما عندهمش الرخصه. وصرامه الاتحاد الاسيوي في تطبيق الرخص التدريبيه دي شيء يحسب ليهم، هم فعلا جادين جدا وصارمين جدا جدا في تنفيذ اللوائح. الرخص هناك اقوى من رخص الاتحاد الافريقي، طبعا يعني رخصه طبعاً اسيا بكتير طبعاً في اوروبا. طبعا انت بتتكلم في ايه يعني الرخصه ايه عندنا احنا بتتعامل المعاملة سي سي هناك بتتعامل درجه ثالثه. يعني تخيل رخصه القياده الاولى عندنا بتتعامل هناك رخصه درجه ثالثه. طبعا دي صرامه كبيره جدا. لكن حكايه الدمج للتصفيات دي، ده شيء انا شايفه ان هو كويس بسبب التوزيع الجغرافي والمساحه القاره اسيا. يعني انا شايف ان ده شيء مهم جدا، ودي على فكره دي مش اول مره تتعامل في اسيا. هم بيقولوا ده اول مره، لكن قبل كده مره اتعملت في ظروف استثنائيه بعد حرب الخليج. كان وقتها المنتخبات الخليج توقفت عن اللعبه فتره طويله جدا، فالاتحاد الاسيوي شاف ان كان في صعوبه جدا، وساعتها عمل فكره غرب اسيا وشرق اسيا في التصفيات لو فاكر، وفي جنوب اسيا، لكن وقتها كان في ظروف. لكن انا شايف ان ده شيء مهم جدا، وفي صالح الكره في التوقفات والاجنده الدوليه اللي هم هناك بيعانوا كتير جدا، وخاصه إن انت عارف ان مثلا زي روسيا موجوده في اسيا واوروبا، ودي عامله شويه استراليا نفس الامر، بتبقى دورياتها مختلفه عن دوريات. لكن هم
هم احسنوا لان هم عندهم لجنه احتراف، عندهم لجنه احتراف كبيره جدا وبتضم 250 عضو، وبعد كده كل 50 عضو ما بيجتمعوش مع بعض، بيجتمعوا مناطق وبيروحوا اثنين مندوبين من كل منطقه بيروحوا يحضروا توزيع جغرافي، توزيع جغرافي، وبيروح كل منهم يعرض الاجنده بتاعته، فبالتالي ما بنشوفش تضارب في مواعيد. يعني عمرنا ما شفنا ازمه ابدا، ازمه في تصفيات اسيا المؤهله لكاس العالم، ولا بطوله كاس اسيا، ولا حتى بطوله الخليج نفسها لما بتتلعب بيكون ليها مكان في جدول الاتحاد الاسيوي، في الاجنده الاتحاد الاسيوي. عكس احنا ممكن نعلن عن بطوله شمال افريقيا، لكن عمرها ما تقام، لان احنا بنعملها اعتباطا، لكن هم هناك لما يعملوا كاس خليج بيكونوا من خلال مخاطبه الاتحاد الاسيوي، والاتحاد الاسيوي بيفضلها الاجنده بتاعتها، عشان كده بطولات كاس اسيا بتقام بنجاح وبشكل كبير جدا. هو بس الفكره في ايه؟ وانا بتكلم مع الاستاذ علاء عزت، الشيء بالشيء يذكر، يعني احنا بنتكلم عن الكره في افريقيا والاتحاد الافريقي، وفي نفس الوقت وفي نفس التزامن ما بيننا وبين اسيا، هناك بتعمل قرعه تصفيات كاس اسيا للامم خلال الفتره القادمه، مع تصفيات كاس العالم، مع وجود لجنه للمحترفين، لجنه ترخيص للانديه، لجنه ترخيص للمدربين. ده شيء بشيء يذكر، بس فقررنا الكره في اسيا هناك، ولينا صحفيين موجودين في اسيا بيحضروا بطولات دوليه وعارفين طبعًا الاحداث هناك، فهي طبعًا. بس المساله نقارن بس الاحداث هناك، اكيد طبعا ده مهم جدا نقارن. انا بقول لحضرتك بس يعني ازاي انت الاتحاد الاسيوي بيقدر يوفر مواعيد لكل بطولاته بما لا تتعرض حتى مع البطولات الدوري المحلي هناك. يعني ما شفناش ابدا الاتحاد السعودي بيطلع يعلن انه رفض المشاركه في بطوله دوري ابطال اسيا عشان خاطر التعارض مع مواعيد الدوري، ولا حتى التصفيات بتاعتهم، لان هم عندهم رزمانه وعندهم مواعيد ثابته. وعشان كده انا ضربت لك مثل ببطوله احنا عارفينها كويس جدا زي بطوله كاس الخليج. لكن طبعا على 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 بذكر بطوله كاس الخليج، في اكثر من 7 بطولات في اسيا اللي هي بطولات اقليميه بتقام دون التعارض مع الاجنده الاتحاد الاسيوي. طيب اخر حاجه بقى في هذا الملف، وكفايه كده حديث على احمد، لان تلاقيه زور يكفي نعم تلاقيه زور يكفي مقاله النهارده صباحا. طيب مصر وقعت في المجموعه 7 مع كينيا وتوجو وجزر القمر في التصفيات القادمه لكان 2021. مش عايز اتكلم على مستوى المجموعه، يعني ايه رايك؟ دي نزهه المنتخب المصري، ومن حسن حظ المدير الفني الجاي ومنتخبين هيصعدوا من كل مجموعه. لا يعني بجد من حسن حظ اي مدير فني جاي جديد لمنتخب مصر، من حسن حظه ان يكون التصفيات بشكل دي. يعني اعتقد ان دي قرعه دي بسيطه زي دي هديه المدير الفني الجاي المصري. طبعا هديه، انه عنده فرصه عمره بقى، ولا نتكلم على المحترفين ولا نتكلم على سبع محترفين، لا دي 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 تصفيات تكسبها انديه عندنا. يعني مع احترامي للمنتخبات دي، لو في نادي مصري راح خاض النيابه عن منتخب مصر التصفيات دي هيكسبها من انديه القمه طبعا. لكن انا شايف ان دي من حسن حظ اي مدير فني، وهديه لاي مدير فني جاي لمصر. التصفيات دي كويسه جدا، تبقى فرصه كبيره جدا ليه ان هو يخوض تصفيات بهدوء، وتصفيات سهله جدا جدا نزهه بالنسبه له، وفرصه ليه ان هو يعمل قوام منتخب جديد ويستفيد من الاخطاء الماضيه. اول جوله هتبقى في شهر نوفمبر، يعني بعد حوالي 4 شهور. تمام، توقيت مناسب ولا جداً. لسه ممكن تاخد وقت على تجيب مدير فني من دلوقتي لحد نوفمبر؟ يعني 5 شهور، 4 شهور، وقت مناسب جدا طبعا، وقت مناسب جدا جدا جدا، حتى لو مدير فني اجنبي. ما تقول ليش 4 شهور يبقى لازم مدرب وطني؟ انا لا خالص مدرب اجنبي. انا بقول لحضرتك دي نزهه، يعني دي لو معاه مدرب مساعد مصري خلاص بالنسبه له هيوضح له كل شيء. يعني ده حتى لو جيت اتفرج على المدير الفني الاجنبي ده، لو جيت اتفرج على تصفياته والمساعد بتاعه مدرب مصري هيقود التصفيات، هننجح طبعا وناخد مركز اول بسهوله جدا طبعا، ونكسب بره وجوه المفترض يعني. لكن انا اعتقد ان فرصه، هاكد مره ثانيه، ان دي هديه لاي مدير فني يمسكه سواء كان اجنبي او مصري. ما تقوليش الاربع اشهر دي يعني تجبرني على التعاقد مع مدرب وطني، او انها مش هتكون في صالح المدرب الاجنبي. بالعكس، 4 اشهر شبه فتره كافيه جدا جدا. طيب نروح بقى للمؤتمر الصحفي اللي عقد النهارده صباحا الساعه 12 الظهر ما بين الجزائر والسنغال. بدا الاول اليو سي سي الساعه 12، بعديها حوالي الساعه 1 الا ربع بدا المؤتمر الصحفي لجمال بالماضي. ايه ابرز حاجه لفتت انتباهك في تصريحات جمال بالماضي؟ لان تصريحات اليو سي سي كانت تصريحات تقليديه بخصوص المباراه. اكيد، هو يمكن طبعا الكل توقف عن تصريح جمال بالماضي الخاص بالجماهير المصريه ومساند الجماهير المصريه، لكن وطبعا ده اللي كان شاغل الراي العام كله، يعني تقريبا يمكن حتى شغلته هو نفسه وشغلت الصحافه الجزائريه، يمكن يعني هو كمان طلع بعديها عمل توضيح ده معناه ان حاسب رد فعل لتصريحه، وان ازاي اغضب
فئه كبيره جدا من المصريين، وخاصه ان المواقع التواصل الاجتماعي اللي استغلت هذا التصريح، والبعض اوله لاشياء اخرى، والبعض حوله لقضيه سياسيه، والبعض ابتدى يشوف فيديوهات قديمه بتظهر ويشوف تصريحات قديمه بتظهر. طبعا السوشيال ميديا قلبت الدنيا طبعا، وفي البعض استغل طبعا بامتياز استغل تصريحاته دي لجرح لفتح جراح الماضي. انا عايز اقول لك اللي حصل بالظبط، انا كنت موجود في المؤتمر الصحفي. اولا يا استاذ علاء، السؤال لما اتسال لجمال بالماضي كل الحاضرين اندهشوا من طبيعه السؤال. طبعا دي طبعا البدايه، لان الاسئله كلها كانت رايحه في اطار فني. طبعا سؤال كده ظهر فجاه من شخص اولا مش جزائري ومش افريقي، يعني ملامحه تقدر تقول من بره القاره الافريقيه. تمام فسؤاله اولا بيسال جمال بالماضي، بيقول له الجماهير المصريه هل ستسعد بحضورها في المباراه النهائيه ومساندتها للجزائر في المباراه النهائيه؟ فراح رد عليه جمال بالماضي قال له اجابه السؤال ده مش عندي. طبعا السؤال ده عند الجماهير المصريه، يعني انت بتقول هل الجماهير المصريه تسعد وماله هو؟ قال له الاجابه عند الجماهير المصريه. اكيد قال له طب هل انت تخشى من انقسام بين الجماهير بعد ما ان كانت في جماهير مثلا كانت هيصت او فرحت بهدف مثلا منتخب نيجيريا؟ نيجيريا مظبوط. قال له المصريين لو هيشجعونا اهلا وسهلا، لو مش هيشجعونا عندنا جمهورنا هيكون موجود وهيشجعنا. مظبوط تصريح منطقي جدا جدا، وتصريح مش اكتر ولا اقل جدا، بس هو للتاويل، هو يعني لولا ان الرجل شعر بخطوره او بتاويل تصريحاته واستغلال البعض لتصريحاته ما كانش هيطلع ده توضيح. ده انا شايف ده، انا لو حد سالني هقول والله اللي عايز يشجعنا مش عايز يشجعنا، هو حر. ده رد اي انسان طبيعي. لو حضرتك سالتني انا مش جمال بالماضي، لو انا في الجزائر واحد بيقول لي منتخب الجمهور الجزائري شجعنا، اقول والله لو شجعنا خير وبركه، ما شجعناش هو حر، انا مش اجبار يعني. ده الرد الطبيعي، لكن تاويل او استغلال هذا الامر هو ده اللي دفع جمال بالماضي ان هو يعمل توضيح. ده اللي خلى الصحف الجزائريه كلها وخاصه المواقع طبعا الالكترونيه، الصحف الكبيره كلها تطلع بسرعه تعمل توضيح لتصريحات جمال بالماضي، وتعمل تكشف بعض المواقع اللي مش كويسه او المواقع اللي استغلت التصريحات دي بقوه بشكل كبير جدا. لكن في الامر انا شايف ان هو تصريح، اولا السؤال ما كانش في محله، انا شايف ان السؤال نفسه لفت انتباه سؤال خبيث. سؤال خبيث طبعا. وكنا متوقع ان جمال بالماضي احنا يعني كنا نتوقع ان هو بان هو دايما بيرد ردود دبلوماسيه. طبعا وبيعرف يرد كويس وبيعرف يتعامل مع الصحافه طبعًا. لكن في الجزئيه دي انا حسيت ان هو اتفاجئ بالسؤال. ما لما يكون سؤال خبيث يا استاذ محمد انت ومش متوقعه، لما يكون سؤال خبيث ومتوقعه ممكن تفلت منك كلمه وانت بتجاوب يعني، ودي بقى فيها كل المدربين وكل المسؤولين كمان، مش من كل المدربين بس. فبالتالي هو عشان كده وضح، لان هو حس ان هو تصريحه او تصريحه ما كانش كافي لتوضيح فكره او وجهه نظره، هو بيتكلم وجهه نظره الشخصيه كمان، ان هو كمدرب عادي جدا كمان، ان الرئيس الجزائري الموجود في مصر فطبعا حضر النهارده وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فطبعا ده حاجه كبيره جدا. الرئيس الجزائري المؤقت يجي يحضر مباراه نهائي، ده مهم جدا. احنا كمان الحاله اللي احنا عايشينها، الفيديوهات اللي بنشوفها السوشيال ميديا للشعب الجزائري بيتكلم عن مصر ازاي وشعب مصر بيتكلم عن ازاي، ده واضح ان هو اغضب البعض يعني. وهي انا يعني احساسي لا، في حد النهارده كان حريص ان يعمل فتنه. اكيد حد طبعا كان حريص طبعًا ان يعمل مشكله. طبعًا ان كمان طبعًا جمال بالماضي لما اتسال على جمهور الجزائر بكره في المباراه، بس عشان رد جمال بالماضي كان كويس جدا وكان ايجابي. ده ما اتاخدش. ما انتشرش كويس. لما اتسال على الجمهور الجزائري وايه المفروض بكره الجمهور الجزائري يعمله في المباراه، جمال بالماضي رد باجابه مقتضبه وكانت صريحه. انا بطلب من الجمهور الجزائري يحترم طبعا تواجده في الدولة طبعًا المصرية طبعًا ويتعامل مع الأمن باحترام. كان كلام رياض محرز عن 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 جماهير المصرية ودورها في تأهل منتخب الجزائر، ولا حد يتكلم عنه خالص. الكلام الإيجابي ما بيطلعش. لا طبعًا ما حدش بيبرزه. يعني لما يقول النهارده جمال بالماضي كل وسائل الإعلام في وجود طبعًا وسائل إعلام فرنسية طبعًا وكل وكالات الأنباء موجود، قال لهم أنا بطالب الجماهير الجزائرية باحترام الدولة المصرية واحترام الأمن، احترام طبعًا الأمن في مباراة. ده ممكن يغضب الجماهير في الجزائر. التصريح زي ده ممكن يغضب. بس هو في نفس الوقت بيحترم. دي مناشدة. لكن الـ 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 ان هو تطلع اكتر من مره مناشده من المسؤولين في الجزائر للجماهير، دي كان فيها عقوبه. اللي كان فيها عقوبه ولم تفعل. لكن انا بقول لحضرتك يعني في البعض تصيد، والسؤال كان خبيث ومقصود. ولكن فكره ان مثلا تصريح قبليها امبارح رياض محرز لما قالوا لصحافه اوروبيه عن مصر ودور جمهور مصر في تاهل منتخب الجزائر، ما اتخذش بشكل اللي شفناه. يعني انا شفت تصريح جمال بالماضي، انا خضيت افتكرت جمال بالماضي
عمل كارثه في المؤتمر الصحفي. لولا انا تابعت التصريحات كلها وشفت فيديو ليها لقيت الامر بسيط جدا. يعني هو بيتعامل بذكاء مع كل التصريحات، والنهارده حتى الصحفيين السنغاليين كانوا بيحاولوا يستفزوه في عدد من الاسئله طبعًا. لدرجه حتى ان هو رد عليهم قال لهم انا بلعب مع اليو سي سي، واليو سي سي احنا اصدقاء من الطفوله طبعا، وكنا موجودين مع بعض في قريه في فرنسا ولعبنا قصاد بعض كتير. المره دي المواجهه مختلفه. ودايما اليو سي سي كان بيكسبني لما كنا بنلعب قصاد بعض. اليو سي سي اكبر مني بيوم، بيوم. كده قال اليو سي سي اكبر مني انا بيوم. لكن في المباريات اللي بيننا كنت دا كان دايما هو بيكسبني، وبكره اعتقد ممكن هو يكسبني لان هو مصنف اول صاحب خط دفاع. فهو تعامله مع الصحافه السنغاليه كان في ذكاء، يعني كان بذكاء وكان رد دايما كان يعني. طيب في حارس مرمى مثلا جولدي لو بيتمرن مع منتخب السنغال اللي هو شهاب شيبو، ده منتخب السنغال حصل له اصابه لحارس مرمى، حارس مرمى جاب استعان بحارس جولدي، والولد بيتكلم وبيتصور مع لعيبه السنغال وبيشكر فيهم بتاعه كده. هل ممكن نعتبر ان مثلا شهاب مثلا ده لو واحد انا مثلا رايح لسكه الجزائر وان السنغال مش عارف ايه وبتاع كده، مصر بتساعد السنغال مثلا؟ مش ممكن يعني. يعني دي رياضه، دي رياضه وكره دم، والتصريحات لازم تكون، لازم ناخد التصريحات بحسن نيه والتأويل الصعب للتصريحات دي. يعني انا ده انا والله النهارده لما شفت شهاب شيبو عامل صوره ليه مع لعيبه السنغال وبيتكلم عن ساديو ماني واحترام لعيبه وبيتكلم على لعيبه المنتخب السنغال وانضباطهم وبتاع وكده، كنت خايف ان هو الناس تاخده تهاجمه. هو بيشجع السنغال ضد الجزائر طبعا. لا لا انا النهارده كنت حريص ان احضر المؤتمر لان انا عارف مؤتمر زي ده وفي مرحله زي دي طبعا البطوله خلاص في ساعتها الاخيره. خلاص خلاص ومصر نظمت بطوله كده. طبعا انا عايز اقول لك على تصريح مهم جدا، ونظرا بس ان الانترو كان وقته ضيق يا استاذ علاء، لكن تصريح مهم جدا جدا جدا. فوز لكجع هو حاليا النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي، التقيت بيه النهارده صباح اليوم في فندق الاقامه اللي فيه كل اعضاء الاتحاد الافريقي. سالته على البطوله وسالته على مصر وسالته عن التنظيم، قال لي المغرب موجوده في بطوله بتنظمها مصر ما حضرتهاش في بطولات دوليه أكيد. نظمتها الفيفا في السنوات الاخيره مزبوط. بل بالعكس مصر نظمت بطولة بالنسبة للمغاربة سواء في الإقامة أو في التنقلات أو ملعب التدريب. مصر نظمت بطولة بالنسبة للمغرب، المغرب ما لقتش نفس الاهتمام ده في روسيا. مظبوط مظبوط. قال لك ملعب تدريب مخصص ليا على مدار البطولة، على مدار البطولة كامل اختار طبعًا. أنا التوقيت المناسب اللي أتمرن فيه بل بالعكس لما قلت الملعب ده مش فيه يومين لازم يتعمل له صيانة عشان أروح أتمرن في ملعب بالزبط تاني بالزبط. وفروا لي ملعب تاني. مظبوط مظبوط. لما بحب أتحرك في أي وقت بتحرك، قاعد في فندق 7 ستارز طبعًا. قال لك مصر طبعًا. عملت بطولة انا باشفق، والله قال كده بالظبط. أيوة قال انا باشفق على الدول الثلاثه القادمه اللي هتنظم البطوله، والبطوله دي لا تقارن باخر 10 بطولات نظمتها القاره الافريقيه. طبعا خلاص يا محمد احنا لسه هنرد في ذكرياتنا الجابون واللي شفنا لما كان بيتقال على ملعب مباراه ان ده ستابل يعني تصريحات فوزي لكجع المغرب. طبعا يعني انت فاكر يعني مش احنا كمان اللي قلنا لما كانت مصر بتلعب في الجابون كان الناس بيقول لك ان دي ارض ستابل خيول مش ملعب كره قدم، وشفنا الاقامه وشفنا البعثات في قبل البطوله بيومين لما بعثت لا تذكر بعثت ايه اللي سابت الفندق ومشيت وقال هنعمل اعتصام بره الفندق لان الفندق ما فيهوش امكانيات غير كمان الباصات اللي ما كانوا الباص يتعطل بيهم وينزلوا ياخدوا باص تاني وبعض الامور الصعبه جدا. لكن الحمد لله احنا نجحنا البطوله. طبعا انا مش عايز اتكلم كتير جدا عن نجاحنا البطوله لان احنا مش عايز يكون كلامي بس يعني اصيب بيتها يعني اصيب شهاده الجميع يعني كل شهاده مجروحه. لكن فعلا اللي عملته مصر ده انا واثق ان لا يمكن هيحصل تاني الا في حاله واحده بس، جنوب افريقيا تنظمها بعد 10 سنين او دوله عربيه زي المغرب وتونس والجزائر تنظمها بعد 20 سنه. اللي حصل ده صعب جدا ان اي دوله تقدر تعمله قبل ربع قرن. شهاده الجميع ودي كانت يعني امانه النقل المعلومه لكل المشاهدين. تصريحات فوزي لكشع النائب الثاني لرئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد المغربي بيشيد بتنظيم مصر للبطوله الافريقيه، بياكد على ان مصر نجحت في تنظيم بطوله افضل من كاس العالم في روسيا الاخيره اللي شاركت فيها المغرب، وقال ان المغرب اتوفر لها ملعب على مدار البطوله بالكامل تتدرب فيه في اي لحظه، ولو حتى فكروا ان الملعب يتعمل له صيانه يوم او اثنين اللجنه المنظمه وفرت ملعب بديل والمغرب كانت موجوده وكانها موجوده في المغرب. احسن بطوله بشهاده فوزي لكجع على مدار اخر 10 سنين، واي بطوله افريقيه هتنظمها دوله افريقيه الفتره القادمه هتواجه صعوبه كبيره جدا عشان تصل للدرجه اللي نظمت بيها مصر. اكيد اكيد. يعني انا التصريحات دي مش مستغربه بالنسبه لي، وقريت تصريحات كتير المسؤولين، لكن انا كنت اتمنى بس من الجمهور المصري يعني ان هو يتابع ما يكتب او مش احنا بننقله، لا يعني يخش على مواقع الدول الثانيه الدول المشاركه هيعرفوا ازاي الاعلام العربي بيتكلم عنها، ازاي الاعلام الافريقي بيتكلم عنها بشكل كبير جدا. لكن للاسف انا شايف ان الاعلام المصري قصر
في حق نقل ما كتب عن نجاح البطوله في العالم. انا شايف ان الاعلام المصري فعلا قصر بشكل كبير. هل من وجهه نظرك الاعلام المصري قصر نتيجه خروج المنتخب؟ طبعا خروج المنتخب طبعا عمل احباط مش للشارع بس، عمل احباط كمان للاعلام كمان نفسه. ان انت واحد مهيئ نفسك انك انت عندك ماراثون كبير جدا جدا، فجاه بعد دقيقتين من بدايه او ربع المشوار لقيت نفسك بره، طبعا ده بيعمل احباط كبير جدا، بيعمل احباط للكل. انك انت عندك الكثيره تعمله اثناء البطوله، عندك خريطه عمل. يعني احنا انا عن نفسي اجتمعنا كقسم وبنعمل خريطه عمل كبيره جدا لمده شهر، وفجاه وبنخصص صفحات ضخمه وصفحات كبيره جدا، فجاه على صفحات عملت قلص رجعنا. يمكن العدد الجاي يبقى عدد طبيعي جدا بالنسبه لنا، مش هو ده العدد اللي احنا كنا بقى متخيلين بقى ان في عدد احتفالي، لا ومجهزين وبنتكلم ان احنا يوم الجمعه 19 هنطلع يوم السبت، يبقى لازم في عدد احتفالي كبير جدا عن فوز منتخب مصر بالبطوله او حتى الدور قبل النهائي او اي حاجه. لكن احنا ضربنا في مقتل، يعني الاعلام خروج المنتخب ده ضرب البطوله في مقتل بجد، يعني اعلاميا وجماهيريا وكل حاجه طبعا، وتسويقيا كمان. يعني شفنا حتى الاعلانات طبعا، انا كنت عارف ان في شركات كتير جدا كانت منظمه مجموعه حملات تتم يعني تزداد جرعاتها تصاعديا مع تاهل منتخب مصر للمراحل المعينه، لكن للاسف كل ده. طيب المرحله القادمه يا استاذ علاء، مدرب وطني ولا مدرب اجنبي؟ نفس الدائره اللي بنلف بيها كل مره، ولا المفروض الاول نشوف الشخص اللي يكون عنده خبره ودرايه ولديه معايير لاختيار المدير الفني الاول نختاره، وبعد كده هو اللي يتعاقد ويجيب المدير الفني؟ مين اللي يختار؟ مسؤول مين اللي يختار؟ الشخص اللي هيكون قادر على اختيار المدير الفني. ايوه مين هو الشخص؟ ما احنا ما عندناش حد دلوقتي شخص. مين المسؤول؟ هو لازم يكون مسؤول رسمي؟ لازم يكون هو رئيس الاتحاد؟ طبعا. امال مين اللي بيحاسب؟ يعني الاتحاد الكره ده ليه قدم استقالته؟ عشان فشل مع المنتخب، ومن اسباب فشله اختيار مدير فني، فبالتالي بالزبط. عقب على فشله في اختيار مدير فني. لكن اللي جبت شخص دلوقتي اي شخص عادي، ما اصل مش ممكن شخص عادي، يعني ايه شخص عادي؟ الوزير الشباب والرياضه ليس منوطا بهذا الامر. طب ما هو مش منوط بهذا الامر، مين يعمله؟ لجنه حكام؟ المدير التنفيذي؟ لا طبعا المدير التنفيذي، لا طبعا. ايه المدير التنفيذي؟ انا هجيب موظف. يعني هتاجل اختيار المدير الفني لبعد الانتخابات اذا كانت في انتخابات؟ طب ايه الوسيله اللي احنا ممكن نختار بيها مدير فني؟ انا بسالك. انا ما اعرفش لحد دلوقتي. انا وبعد كده كل ما اكلم حد يقول لا استنى شويه استنى شويه استنى شويه، او اطمئن. يعني كلمه اطمئن دي بتضايقني جدا والله. لكن انا شايف ان مدرب وطني المعايير. بص يا محمد، احنا للاسف احنا بنعمل يعني بنجيب كوره وبنجيب كوره ثانيه، كوره سخنه وكوره بارده. نجرب الاجنبي مره فشل، نروح جايبين المصري. نجيب المصري فشل، نروح داخلين الاجنبي. يبقى دلوقتي المفروض حسب النظام ده يبقى هيجي مدرب وطني. الدور على مين؟ المدرب الوطني دلوقتي خلاص. مدرب وطني. لان احنا جبنا اثنين اجانب، احنا كسرنا الدور اللي فات بعد كاس العالم وكسرناه وجبنا واحد اجنبي مكان واحد اجنبي. لكن انا شايف في المعايير هي لازم في معايير، ولازم في كروس الشروط للمدير الفني لمنتخب مصر. هل المعايير بان هو نجح في بطولات قبل كده، ولا معايير ان هو مدرب يقدر يكون جيل قوي؟ لا، ما دي بتتطبق بعد شخصيته. السي في بتاعه طبعا مهم جدا، طبعا السي في ده رقم واحد. شخصيته بس السي في رقم الاول، بس واحده واحده. السي في رقم واحد؟ طبعا. طب البطوله السنه دي في مدربين ما لهمش سي في وقدروا يعملوا منتخبات قويه. لا ماشي، وفي مدربين لهم سي في عالي جدا ومنتخباته فشلت. هيرفي النار مثلا اللي هو كان، وألان جريس اللي هو كان، لا يعني خليك هيرفي النار اللي هو كان المدرب اللي جاي على سنه الرماح. يعني هيرفي النار ده كان جاي مثلا وبيستقبلوه في المطار ما بيستقبلوش منتخب المغرب، بيستقبلوا هيرفي النار. بالظبط. اكتر مدير فني اسمه تردد في وسائل الاعلام كلها المصريه كان هيرفي النار، ورغم ذلك فشل. لكن هل هيرفي النار ده مش هو ده هيرفي النار اللي كان من ست اشهر مع منتخب او من مع المغرب في روسيا؟ مع المغرب في روسيا، وعمل انتصارات وكان بيترشح وعروض جايه له، ودلوقتي بيتقال لك مش عارف يدرب منتخب السعوديه، ودلوقتي بيقول لك هيدرب منتخب مصر وكل منتخبات افريقيا عايزاه. يعني هيرفي النار رغم فشله ده تقريبا كل منتخبات العالم عايزاه تقريبا، يعني الا المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي تقريبا بس. الصيت ولا الغنى؟ الصيت ولا الغنى بالظبط. لكن انا المعايير ايه؟ يعني هل نجرب وجه جديد؟ وده انا احبسه. وانا معاك في ده. انا بحب وجه جديد. انا معاك في ده. انا بحب وجه جديد، لان الوجه الجديد في الكره الافريقيه السنه دي اثبت انه ممكن يكون تجربه ناجحه. طبعا طبعا طبعا. يعني وخلي بالك، انا وهنرجع نقول ان عنده فرصه عمره انه هيعمل هيخوض تصفيات نزهه كرويه بالنسبه له
فبالتالي هيكون فرص نجاحه كبيره جدا لانه يشتغل بهدوء. عنده سنتين لكاس الامم وعنده اربع سنين او ثلاث سنين لكاس العالم. ده بخت المدير الفني اللي جاي ده اللي هيضمن مرتب 24 شهر اهو. والله لا مش بيجوز انه يستمر 24 شهر يعني بجد يعني هيكون محظوظ جدا المدير. انا عشان كده بقول لك ان قرعه التصفيات دي بجد حاجه خدمته بشكل بقول لك ده هديه السماء لاي مدير فني جاي. انا معاك يعني. انه يكون مدرب وطني ويكون وجه جديد, ويا سلام بقى لو كان اشتغل في منتخبات ناشئين وشباب وعمل اجيال للفترة الحالية. يا سلام لو نقول اسمه. انا مش عايز والله انا مش عايز ازكي. لا والله العظيم انا عارف بس عشان بس ما بقاش ان احنا بنزكي اسامي على اسامي بس هي الرسالة والله يا استاذ علاء ان توصل للمسؤولين اللي هيختاروا للفترة القادمة. في مدربين واخدين اسامي كبيرة وشهرة كبيرة جدا ودربوا وكان لهم سواء تجارب ناجحة او تجارب غير ناجحة, لكن احنا عايزين الفترة الجاية او بالنسبة لمصر الفترة الجاية محتاجة ان هي تكون جيل قوي وتكون جيل قوي من مدرب استطاع في فترة زمنية قبل كده ان هو عرف يتجمع لعيبة ويعمل منتخب قوي ويفوز ببطولة إفريقية كمان. وعشان تجمع ده وتعمل ده محتاج مدرب عنده جلد وعنده صبر انه يشتغل على الفترة الجاية, وفي نفس الوقت وطني وبيحب مصر وعارف يعني ايه يشغل اللعيبة النشيد الوطني في اوضه اللبس بالزبط. وفي الاوتيل بالزبط. ويجمعهم ساعه اذان الفجر عشان يقروا قران. مظبوط. منتخب مصر محتاج يرجع للحاله اللي كان عليها من 2006 2010. طبعا 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 ده متوفر دلوقتي في اتنين مش من الاسماء الكبيره. لا 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 مش عشان بس الناس تبقى عارفه وما اشتغلش دوري ممتاز خالص. مش هقول اسامي يا استاذ علاء وحاجات انت عارف اكيد احنا بنقصد مين بس بجد في واحد واتنين ما لهمش اهتمام اعلامي لكن المرحله دي عايزاهم لو بصوا. بس انا مبسوط ان كل الاسماء المطروحه محروقه. هي محروقة يعني انا شايف ان كل الاسماء الموجودة محروقة بجد ولن تحظى. وانا بقول لها من دلوقتي يعني انا بقول للاسماء دي لو عرض عليكم هذا المنصب اعتذروا بجد. انا بنصح اي مدير فني ليه تجربة سابقة مع منتخب مصر تجربة فاشلة لو اتعرض عليه منصب ارجو انه يعتذر. في منهم فشل مع الشباب ومع الاولمبي. انا بص يا محمد هقول لك على حاجة. اولا اي مدير فني هيجي فاشل لن يحظى باهم حاجتين, الدعم الجماهيري وقبليه الدعم الاعلامي بالظبط وهيحارب. عشان كده شفنا تصريحات اللي خرجت بعد كاس بعد الفشل الافريقي ده التصريحات ازاي الشعب او الجماهير خدتها ماده لجلد من قالوها يعني اللي بيجي يبرر ليه فشل تحول كلامه ده لكرباجي اتجلد بيه يعني بجد يعني تصريحاته تتحول لكرباجي. فانا بقول انا بنصح اي واحد حتى ده على مستوى انتخابات اتحاد الكوره برضه حتى برضه اتحاد الكوره انا بقول للناس اللي خدوا اكتر من فرصه وفشلوا المره دي مش هننسى. المره دي في 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 عايز اقول ايه يعني في خلاص بقى الناس خلاص اصلي عارف يا محمد انا عايز اقول لك بس ان الناس خلاص دلوقتي جمعت السي في خلاص يعني انت دلوقتي مش تيجي تفكرني بحاجه وتسلمي حاجه خلاص الناس عارفه. في ناس كتير جدا في اتحاد الكوره عرفوا ان هم لو جم مره تانية او فكروا في الترشح هيكون ترشحهم ده ماده للسخريه اعلاميا وجماهيريا وهيتعذبوا ليل ونهار لو ترشحوا لحد ما تدخل الانتخابات ويسقطوا. ونفس الامر هيكون لبعض المدربين. فانا انا بنصح المدربين اللي خرطوا تجربة فترة قريبة يبتعدوا بجد لازم يبتعدوا يبطلوا انهم يزكي اساميهم واللوب الاعلامي او اللوب الاعلامي اللي هم موجودين والله ما ينفعهم. ولو جم ومش هيجوا بس لو جم هم اللي لا يلوموا الا نفسهم لان الجمهور مش هيرحمهم ولا الاعلام هيرحمهم. لان كمان في نقطة مهمة واحنا بنتكلم على المدرب واللاعب النهارده جمال بالماضي هو مدرب وطني وعلى فكره مش محتاج تجيب مدرب سنتين ثلاثه عشان يقدر يشتغل. جمال ماضي بقاله 10 شهور طبعا ما انا عارف وعارف يكون ومش كون جيل. هو الجيل ده معظمه كان موجود في فتره سابقه بس قدر يحط عناصر معينه وبرده اشيد في الاول والاخر بمحمد روراوه. طبعا يعني محمد روراوه كان ليه فتره زمنيه في توقيت معين اختار لعيبه كانت ممكن تلعب لمنتخب فرنسا ومنتخب المغرب. طبعا عمل حرب غريبه جدا عشان اللعيبه دي تكون موجوده. من ضمن لعيبه النهارده بتلعب في المنتخب الاول مش ممكن يعني الراجل ده بالفعل يعني اسماء يوسف عطال ورامي بن سبعيني لا ده جاب بن ناصر جاب اسماء دول كانوا من ثلاث سنين محل صراع بين فرنسا وبين الجزائر. يعني كل الاسماء اللي جايه دي باستثناء الاسماء المعروفه سفيان فوجالي فجولي وحسين ابراهيم ورياض دول دول احنا عارفينهم لكن تعالى المنتخب تحت الاسماء اللي احنا بالنسبه للشارع
او بالنسبه للاعلام وبالنسبه للجماهير اسماء جديده عليهم، دي كلها كانت محل صراع مرير بين الجزائر وبين فرنسا في عمليه التجنيس. الباك رايت والباك ليفت يوسف عطال ورامي بن سمعين طبعا بيلعبوا في اكاديميات وراحوا بعد كده في فرنسا وكانوا معتبر لاعب في المنتخب الفرنسي خلاص. ادم والناس ادم والناس انا كنت لسه هقول لك ادم والناس موجود في نابولي على اعتاب اشبيليه خلاص. فرنسا كانت عايزاه وقدر روروه يحارب على الجزئيه دي، وده الدور الاداري بقى لرئيس الاتحاد. احنا خسرنا قبل كده مين؟ شعراوي لو فاكر، ستيفان شعراوي كان لو كان في تحرك ايجابي للولد ومخاطبه الولد، لكن روروه كان بيلف بيقعد مع الناس. بالظبط. طيب الشخصيه بقى اللي هتدير الاتحاد وتختار المدير الفني مين وازاي تحصل؟ لان انت عندك مدير تنفيذي، اللائحه هتقول لك يسار الاعمال لكن ملوش دعوه بالامور الفنيه. لازم يجي واحد ليس له اطماع وعنده فكر بس قبل الفكر الاطماع، لان والله العظيم يعني بص يا محمد، العمل الطوعي ليه نتيجتين ليس له ثمرهما، يا اما الفشل انك بتشتغل بدون مقابل، يعني العمل الطوعي هو العمل بدون مقابل، يا اما فشل يا اما فساد. واحنا سبحان الله جمعنا بين الاثنين، الفشل والفساد مع بعض. فانا بقول لك لازم يكون اللي جاي ده بجد يكون انسان او 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 شخصيه عندها فكر مختلف، وعندها مش طمع في المنصب، بجد مش طمع في المنصب، ولازم تكون جايه وعارفه ويكون عارفه وجايه باجنده ان هي والمجموعه اللي معاهم دول في حساب عسير، مش حساب عسير، مش هيتم السماح ليهم بان هم يستغلوا اتحاد الكوره لمصالحهم الشخصيه. يجي رئيس اتحاد الكوره، بس قبل ما يجي رئيس اتحاد الكوره يكون عارف ان هو مش هيدير الدوري ده هيكون لجنه المسابقات، مش هيكون رئيس لجنه حكام، لان هنستعين بحكام خبير اجنبي نجيب مدرب اجنبي كويس، مش هنجيب واحد يدير لجنه شؤون اللاعبين، لان هنجيب ناس خبراء في شؤون اللاعبين هيديرون اللجنه دي. هم هيكونوا عباره عن الناس بتاخد قرار لكن مش هينفذوا القرار. احنا مشكلتنا ان هم كانوا بياخدوا قرار وينفذوا القرار زي ما هم عايزينه، بل بياخدوا قرار وينفذوا عكسه. بياخدوا قرار ويجيبوا جمعيه عموميه يضحكوا عليها وبعد كده يلحسوا كلامهم مع الجمعيه العموميه. انا شايف ان اي لجنه، اي اتحاد هيجي او اي لجنه هتيجي تدير الكره المصريه، لازم تكون عارفه حدودها وواجباتها. حدودها هي الاشراف على المنتخبات الوطنيه فقط والتخطيط للمنتخبات الوطنيه، لكن يسيبوا اللجان، عمل اللجان مستحيل حد يسمح لهم انهم يشتغلوا عمل لجان، يسيبوا اداره الاتحاد البطولات، يسيبوا من شغل شركه الرعايه. طيب معني يبقى في مجلس اداره للاتحاد منتخب في فتره العشر شهور لغايه اولمبياد طوكيو، ولا لجنه تدير بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي؟ اكيد ده هيحصل. طبعا لغايه لجنه تدير لغايه اولمبياد طوكيو وبعد كده يتعمل انتخابات. انا طبعا عادي، انا عادي ندي سنه للاتحاد ولو احسن العمل فيها، بالعكس دي فرصه بالنسبه لنا، فرصه كويسه جدا هنشوف وجوه جديده، نشوف افكار جديده. يعني اعمل انتخابات ولا لجنه تدير؟ لا انا عايز لجنه تدير لمده سنه. اتمنى الفتره دي لن تسمح للوجوه اللي احنا عايزينها، والناس اللي خايفه القلقانه، الناس اللي قلقانه ان هي تخش انتخابات لان ما تعرفش المطبخ ماشي ازاي، الناس اللي قلقانه من الجمعيه العموميه، الناس اللي بتقدم رجل وترجع رجل عشان خاطر عارفه ان الانتخابات دي مطبخ كبير، وعارفه ان في جمعيه عموميه ولازم يلف على مصر قريه ونجع. لو عارف ان ده مش هو ده الاسلوب الاختيار لنجاحه وهيكون من خلال لجنه، اعتقد ان في ناس كتير جدا ومحترمه وناس صاحبه فكر كبير جدا هتيجي تخش الانتخابات دي، وتيجي اللجنه دي تكون فيها اسماء، واحنا عارفين الاسماء كويس جدا. يعني انا مش هقول لك مين الاسماء، لكن الاسماء معروفه وموجوده ومطروحه اسمها. لو جت اللجنه دي لمده سنه وتوفر لها مناخ كويس جدا، واكيد هتوفر لها مناخ كويس جدا، لان خلاص مفيش ضغوط ولا مفيش ضغوط وبتاع. احنا خلصنا هنا موسم الدوري، الموسم الاستثنائي انتهى والفشل المسابقات المحليه انتهت، لكن انا بقول لحضرتك ان اللجنه دي هتدير لمده سنه دي، اعتقد انها هتستفيد جدا. احنا ككره مصريه هتستفيد دماء جديده، الجمعيه العموميه هتعرف ان هي كانت على خطا فادح طوال السنين اللي فاتت دي، وان هي المسؤول الاول عن 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 ما قالت اليه الكره المصريه من فشل. احنا بنتكلم على فشل على مدار المنتخبات بقى لنا 10 سنين 9 سنين دلوقتي، من 2010 ما خدناش بطوله على المستوى المحلي. شفنا المنتخبات الشباب كلها، كان باستثناء اخر بطوله الكابتن ربيع ياسين 2013 اخر بطوله افريقيه يعني احنا عشنا 7 سنوات عجاف او اكثر من 7 سنوات عجاف للاسف. فاعتقد الجمعيه العموميه كمان، حتى الجمعيه العموميه نفسها لازم تتغير اللوائح، اختيار الجمعيه العموميه، ما ينفعش مراكز الشباب تكون موجوده، الامر يكون قاصر على الجمعيه، على انديه الدوري الممتاز وانديه الدرجه الثانيه. وهقول انديه الدرجه البي
او الممتاز به لازم يكون لهم حق ان هم بيصعدوا وبيخرجوا، فلازم يكون حق انهم يكونوا موجودين. وكمان لجنه المحترفين، لجنه الانديه المحترفه لازم تكون موجوده، لجنه اداره التحكيم في مصر، شؤون اللاعبين، الشؤون القانونيه، التسويق لازم يتغير، التعاقدات مع شركات الراعي للاشكال دي تختلف. الجزء الاخير من حلقتنا كمان محتاجين نتكلم في جزئيه بقالنا دلوقتي 3 شهور بنتكلم فيها، ولغايه اللحظه دي محدش عارف برضه الوضع ايه. في استثناء ولا مفيش استثناء في مساله القيد؟ خلاص الافريقي خلاص احنا راجل. لو بعد ماتش الزمالك ايدنا لعيبه الاهلي عشان البطوله الافريقيه، هيلعبوا دور ال 32 ولا مش هيلعبوا دور ال 32؟ طيب في اجتماع لجنه المسابقات للاتحاد الافريقي يوم الاحد الجاي، تمام، يوم 21/7. عندها مشكلتين. مشكله استثناء الانديه، اسامي الانديه اللي ما اتبعتتش بعد 30/6، من ضمنها مصر وليبيا. وليبيا عندها مشكله طبعا، انا سالت فيها الكابتن عبد الحكيم الشيباني بسبب التصنيف وتغيير التصنيف لليبيا والدوري ما كملش، وفي نفس الوقت وضع مصر في البطوله الافريقيه الفتره القادمه. شايف المساله دي ازاي؟ وهل عندك معلومه ان خلاص الموضوع انتهى وتحل، ولا لسه المساله دي هتظهر على السطح تاني بعد ماتش الزمالك؟ بص يعني المفترض لغايه اللحظه ما فيش جواب. ما انا عارف انا المفترض ان الاتحاد الافريقي يفعل استثناء، لازم يفعل استثناء. اولا انت اجبرتني او مش اجبرتني، انا انقذتك ونظمت لك بطوله، وقفت عندي، بوظت لي الاجنده المحليه بتاعتي، بوظتها لي، نسفت لي الاجنده بتاعتي، ارهقتني ماديا جدا، ارهقتني في كل حاجه، فلازم يكون في استثناء. والاستثناء ده كمان انا بتفق معاك في موضوع ليبيا بشكل كبير جدا. الاهلي انا زي ما قلت لك من 3 شهور لما انت كنت منفعل جدا في حلقه سابقه وقلت لي هيكون في مشكله، انا شايف ان من خلال مشكلة فعلا. لا ما انا عارف، لا من طبعا مشكله وقائمه حتى الان، كنا بنهاتي فيها يا جماعه. لا وقائمه حتى الان لا، يعني على الورق المشكله قائمه، المشكله قائمة. لكن انا لما قريت او سمعت تصريحات كابتن سيد حفيظ عرفت ان النادي الاهلي شايف الصوره بابعاد بكل ابعادها. النادي الاهلي عامل احتمالات لكل حاجه، ودي اللي انا قلت لك معايا، وكان معانا الاستاذ عبد المنعم فاهم، وكان عبد المنعم وسط اسف، وكان متشائم بعد الحلقه. لا مش هطلع تاني، كان متشائم ده استاذي. كان متشائم جدا، لكن انا كنت متفائل ان النادي، انا كنت متفائل ان عارف ان النادي الاهلي بيبقى عامل حسابه لأسوأ الظروف. ولما قريت كابتن تصعيد سيد عبد الحفيظ سواء في معسكر اسبانيا دي، اطمنيت جدا ان النادي الاهلي عامل احتمالات كل حاجه. الاتحاد الافريقي كمان المهله، اعتقد ان الاتحاد الافريقي ممكن ما يديكش، يعني هي 31/7 خلاص، دي اخر حاجه. لا مفيش بعد كده. مفيش بعد كده، 5/8 وكلام. لا 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 خلاص دي الاكذوبه الاخيره اللي كانت، قلنا ده لو حصل هيحصل لكل طبعا لكل الانديه، وقال لك لاول مره بيستثنوا الانديه المصريه حتى 30/7، وده كان ده اخلال بتكلفه الفرص. طبعا طبعا، لكن انا شايف ان الاتحاد الافريقي هيفتح هيتجاوب جدا مع الاتحاد المصري، وده مش هقول لك يعني مش رد جميل لمصر، لكن ده طبيعي، ده طبيعي ان يحصل مع دوله عملت لك كل حاجه وبتعمل كل حاجه. لا اعتقد هيبقى الفتره دي يعني اي حد هيأيد من 20 ل 31/7 هيلعب تمهيدي و32 لكل الانديه. لا هيتلعب لا لكل الانديه. ايوه طبعا هيتلعب. لا يا محمد، لا انا ما بتكلمش ان هو هيلعب ومش هيلعب، لا اللي هيتأدي 31 هيلعب دور التمهيدي والتمهيدي. طبعا طبعا، دور لو في انديه دور 64 هتلعب دور 64، لا دي ما فيهاش مشكله خالص. تمام اوكي. الجزئيه الاخيره بقى، الاهلي بيستعد للمرحله القادمه بعد العوده من اسبانيا، ومباراتين في الفتره القادمه، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك، وعنده مباراه وديه غدا ان شاء الله مع البلاستيك بعد العوده من اسبانيا. تقييمك للمرحله الحاليه والصفقات اللي تمت، تمديد اعاره رمضان صبحي لمده سنه، التعاقد مع المدافع وسط الملعب اليو ديانج، وبالمناسبه يمكن النهارده في المؤتمر الصحفي الصحفيين الجزائريين الكل يا استاذ علاء والله العظيم بامانه بيشيد اشاده كبيره جدا باليو ديانج، وقال لك النادي الاهلي استطاع انه يخطف بالفعل لاعب قوي في خط وسط المدافع. انا تعليقك على هذه المشاهد وعلى هذه الموضوع. شوف انا بقول لحضرتك يعني يمكن تابعت قناه الاهلي الفتره اللي فاتت دي كلها اثناء المعسكر، وكنت حريص ان انا حتى النهارده كان في حديث كبير جدا مطول لمستر لصار تعامل الاستاذ احمد السعيد في مجله النادي الاهلي. حديث مطول جدا وفي اجابه على كل الاسئله. يمكن انا يمكن بطالب الجماهير النادي الاهلي ان هي تقرا الحوار ده كويس، لان الحوار ده فيه هيبقى فيه اجابه على كل علامات الاستفهام او اللي بتشغل الراي العام، فيه اجابه على كل سؤال بيطرحوه حتى بشان اللعيبه، اسم اسمه ولاعب لاعب. ف
الفترة طبعا النادي الاهلي كان رايح مش عارف هو بيعمل معسكر اعداد لموسم جديد ولا مش موسم جديد. الراجل نفسه قال لك انا مستغرب. انا فترات كتيره جدا كنت في المعسكر مش عارف انا انا انا, أنا بستعد للموسم ولا بنهي موسم. لكن ده امر واقع خلاص. لكن النادي الاهلي استعد للماتشين الجايين وكان اللي عجبنا اكتر كمان المعاهده بتاعت لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي عارفه خلاص ان ده خلاص هي الامر بالنسبه لهم. ممكن تكون مباراه واحده بس ويتوج بطل الدوري، ممكن ما يكونش محتاج يوصل لمباراه الاهلي مباراه القمه لو الزمالك تعثر يعني. لكن الامور حتى لو وصلت مباراه القمه فاعتقد ان النادي الاهلي يكون في الموعد الموجود. الصفقات طبعا في هدوء جديد جدا، النادي الاهلي بيتعامل بهدوء جدا مع الصفقات والمعارين. وكنت سعيد جدا جدا بكم الناشئين اللي سافروا مع البعثة الفريق الاول، 4 أو 5 لاعبين واثنين حراس مرمى جداد، فده شيء ايجابي كويس جدا للنادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي والله مش بالكم ومش لازم يكون اجنبي. والله مش عارف انا ليه الناس كلها بتعامل ان النادي الاهلي هيبقى عامل صفقه سوبر لو جاب واحد افريقي. لا او سين جاب يبقى انا اجيب او ده جاب وده اجيب. هي احتياجاتي يعني الناس دلوقتي يعني في ناس بتنتقد النادي الاهلي ان هو مش عامل صفقات. هي نفس الناس كانت بتشيل بنادي الاهلي في الماركات الشتوي. النادي الاهلي كان مسيطر او هو الاوحد اللي كان موجود على الساحه المصريه او في الكره المصريه تقريبا. الماركات الشتوي كان النادي الاهلي بس تقريبا يعني كان هو الوحيد اللي بيعمل كل حاجه والباقي كان بيتفرج عليه. مش كل فتره انتقالات هتجيب مش مطلوب العيب. مش مطلوب كده. بعد كده انا بطلب جميل النادي الاهلي بجد الصفقات مش بالكم، الصفقات بنوعيه اللاعب وحتى نوعيه اللاعب نفسه. مش كل لاعب حتى افريقي يصلح للنادي الاهلي. احنا شفنا النادي الاهلي او مش لاعب حتى او مش اي لاعب عربي كمان يصلح للنادي الاهلي. احنا شفنا النادي الاهلي اكتوى بصفقات مع لعيبه افريقيا ما كانتش على مستوى النادي الاهلي سواء حتى فنيا او سلوكيا. حتى شفنا بعض اللعيبه حتى النادي الاهلي كان تعاقد مع بعض اللعيبه بشكل دون دراستهم بشكل كبير. وكان المشكله ان احنا كنا بنشوف بعض اللعيبه من النادي الاهلي بتمشي من النادي زي كولوبالي بلعيبه ثانيه ما عندهاش صبر وبمجرد ما يجي لها اول عرض تمشي على طول زي ايفونا. لا كان احنا كنا عايزين نوعيه معينه من اللاعبين. وعشان كده انا بقول النادي الاهلي مختلف عن الانديه الثانيه في نوعيه اللاعبين. النادي الاهلي في فتره عانى كتير جدا من نوعيه اللاعبين محليا سواء الصفقات دي كانت صفقات محليه او صفقات افريقيه. النادي الاهلي عانى كتير جدا من النوعيه طبعا. اعتقد النادي الاهلي دلوقتي مطالب ان هو بحث عن النوعيه مش والنوعيه مش بالكم. والاهم من النوعيه والصفقات الاهلي بس يعرف القايمه السنه الجايه فيها كام لاعب. ما انت دلوقتي معاك حوالي 35 لاعب غير الخمسه تحت السن 97 هتتلغي. فيبقى عندك الخمسه تحت السن بتوع 97 لازم يتأيدوا فريق اول، وعندك اجانب، وعندك لاعب شمال افريقيا هيتأيد ولا مش هيتأيد. ما هو الاخر او في الاول والاخر الاتحاد الكوره يحدد بس القايمه قد ايه، والاهلي يعرف يحدد. ما هو لو هيفضل يشتري لعيبه وفي الاخر يلاقي القايمه 25، طب هتصرف ازاي؟ يا غيري بيعملها من غير ما يعرف. لا انا ماليش علاقه بغيري. لا. لكن الاهلي ما هو برضه لغايه دلوقتي ما يعرفش القايمه هتبقى كام لعيب السنه الجايه. غيرك ده بيستغنى زي ما هو عايز. بالظبط. ما هو الجمهور برضه عشان برضه يبقى عارف القصه ماشيه ازاي. القايمه ما حدش يعرفها السنه الجايه ماشيه ازاي. 25 ولا 30 ولا 5 تحت السن، 97 اتلغت. طب وضع الخمسه تحت السن وضعهم ايه الفتره الجايه؟ طب الاجانب هيتقلص ولا هيزيد؟ لاعب شمال افريقيا اللي هيبقى عربي ولا لا؟ هتشتغل ازاي وتجيب صفقات ازاي من غير ما تبقى الحاجات دي واضحه يا استاذ علاء؟ المضحك ان جمهور الاهلي اللي هو بيكون زعلان شويه ان اي نادي بيتعاقد مع لاعب معين ويقول لك ده كان ينفع النادي الاهلي، هي نفس الجماهير اللي بتطالب ليل ونهار بمنح فرصه كامله لصلاح محسن واحمد الشيخ وناصر ماهر وعمار حمدي. يعني مش حبها بس للاهلي بتبقى دايما حريصه يعني ان افضل لعيبه تبقى في النادي الاهلي. يعني والله العظيم بجد يعني تبقى عايزه يعني نادي فلان هيجيب لعيب يقول لك ده احنا كنا عايزينه. اقول له انت عارف ده بيلعب في مركز مين؟ يقول لا. اقول له اخر سنتين كان اداؤه ايه؟ او هو فين؟ او انت شفته فين مثلا؟ او انت شفته فين؟ لا الجماهير عاطفيه جدا جدا في موضوع الصفقات بجد. انا بطلب الجمهور الاهلي ما يكونش عاطفي في موضوع الصفقات ومش اي اسم يتطرح. يعني ما تنزعجوش قوي لما تسمعوا ان يعني زي قصه بليلي وبغداد ونجاح الجماهير لا طبعا لعيبه كويسه ولعيبه كل حاجه، لكن مش شرط ان النادي الاهلي يكون محتاجها. يعني لازم مش شرط ان هو عايزها ومش شرط هو كمان عايز يلعب في النادي الاهلي. يعني كل الانديه طبعا نفسها تلعب في النادي الاهلي، لكن كل لاعب له طموح ومش كل لاعب متاح ان انا اجيبه ومش كل لاعب ولو متاح ان انا اجيبه مش لازم اعلن في وسائل الاعلام. بالظبط بالظبط بالظبط. استعجال للاسف الجماهير مستعجله. الجمهور بتحب النادي طبعا اكيد طبعا بس لازم بس نوضح لها الخطوط العريضه للاجواء اللي بتحيط بكره القدم في مصر، سواء اتحاد كوره سواء قايمه اعارات لعيبه اجانب. الامور دي مهمه عشان بس الجمهور يبقى عارف واحده واحده كده. احنا بس افتحوا لنا القيد بس 50 لاعب واحنا نجيب صفقات كتير جدا. 50 لاعب. طيب اخر سؤال، ماتش الجزائر والسنغال توقعاتك ليه؟ لا انا شوف بص والله يا بعيد عن الامنيات. لا بعيد عن الامنيات. انا شايف ان
ان فنيا السنغال طبعا فنيا رغم ان الجزائر هي افضل افضل عروض، لكن السنغال اول في الدور الاول طبعا وفاكر ماتش كويس جدا. فنيا السنغال اتقل، لكن الجزائر عندها ما يعوض الجزء الفني اللي هو الجزء الروحي. ودايما كره القدم الروح دي ده السلاح الخفي، والله العظيم. بص يا محمد، لعبت النادي الاهلي لعبته بتوصل لحد الدقيقه 80 تحس انك في الملعب مش قادر تتحرك، لكن لما مجرد الراجل ما بيرفع الوقت بدل الضايع ولعبت النادي الاهلي تشوف اللوحه وتعرف ان في 5 دقايق هنا بيجي باور خفي، قوه خفيه، والله الروح دي قوه خفيه. حتى اللاعب نفسه ما بيكونش عارف ان هو يمتلك هذه الروح، لكن مجرد مثلا بترفع مثلا ان في 5 دقايق وقت بدل الضايع، اللاعب الروح دي بتدي له قوه بدنيه غير عاديه. فانا شايف ان بصراحه انا شايف ان 50-50 طبعا. ممكن نصل لركلات الجزاء الترجيحيه؟ جدا ده بالعكس، انا برشحها بشكل كبير جدا، استاذ علاء عزت نورتنا وشرفتنا، اشكرك على هذه الاراء الفنيه في موضوعات شائكه، والنهارده في قضايا كتير وتصريحات كتير عملت بلبله. صعب، لكن صعب. الحمد لله، يعني الحمد لله انا سعيد جدا، الحمد لله كنت معاك لينا وكل المشاهدين. سعيد كنت معاك ان شاء الله، ونتقابل في انا اسعد دايما التقيك على خير دايما ان شاء الله، بس يكون يوم هادي شويه كده. هو اليوم النهارده ما كانش هادي. شكرا جدا استاذ علاء، شكرا جزيلا. كانت فقره مهمه جدا بنسمع فيها راي ناقد رياضي كبير وكاتب صحفي كبير الاستاذ علاء عزت الكاتب الصحفي في اهرام العربي، لكن بالتاكيد بعد الفاصل في تقرير مهم جدا لجماهير الكره المصريه تتوقع من الفائز في لقب افريقيا غدا، السنغال ام الجزائر؟ بعد هذا التقرير وبعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الكابتن هشام زكريا مدرب نادي الجونه السابق. الحقيقة فرصة مناسبة جدا ان احنا يعني نظمنا دخول الجماهير في البطولة الافريقية، وعليه بقى السيستم نفس السيستم اللي احنا اشتغلنا عليه نشغله بقى، وعودة الجماهير ترجع الجماهير تاني بهذا النظام وبهذا النظام التذاكر الدخول والنظام اللي ابهر العالم كله الحقيقة، يعني نظام كان نظام على اعلى مستوى من النظام والتنسيق وعدم تضييع الوقت كمان، وكل واحد بيدخل بالتذكرة بتاعته واسمه عليه والاي دي وكل التدابير الاحترازية المطلوبة. فياريت بقى فرصة ان احنا نرجع الجماهير بقى عقب انتهاء البطولة الافريقية اللي هتنتهي بعد غد ان شاء الله، بنفس الطريقة اللي استخدمنا بها الفان اي دي في البطولات. يعني احنا لو عملنا فان اي دي لكل لاعب كل مشجع هيقدر يدخل الملعب ويبقى معروف المشجع ده داخل باسم مين ورقم مين، ما يبقاش فيه بقى الشغب والحاجات اللي بتحصل دي. هو الطبيعي ان طالما جربت التجربه مره ونجحت وما فيهاش مشاكل من اي نوع، ان انت تعيدها تاني على المستوى المحلي، على اساس ان انت جميع الانديه دلوقتي في الدوري محتاجه الجماهير، لان الدوري في المرحله الحاسمه بتاعته. فموضوع ان انت تشجع اللعيب وهو في الملعب بيديله الروح نفسها اللي هي تقدر تجيب بيها البطوله. فانا طبعا انا كرأي شخصي ان لازم التجربه تتكرر تاني على الدوري المحلي، بحيث ان انت تبتدي الموسم الجديد كمان بنفس التجربه، تكون في تجربه ماتشات الكاس مع ماتشات نهايه الدوري، تبتدي بقى الموسم الجديد بتجربه خلاص مستقره على الوضع الحالي. التجربه نجحت بسبب ان كان في تنظيم، الناس عارفه المكان بتاعها يخش يقعدوا فين، الدنيا متنظمه، التذاكر مش طبعا فن جديد يعني هي حاجه كويسه، الدنيا متنظمه، الناس عارفه داخله هتقعد فين، مفيش حته ان التذاكر مثلا تتباع في سوق سودا حد ياخدها يحتكرها ويبيعها بسعر عالي، كانت الدنيا احسن كتير. واتمنى ان النظام ده يفضل مكمل، ده هيريحنا كتير وهيساعد في عوده الجمهور بشكل افضل واحسن بكتير. لازم نعيد التجربه ولازم نستفاد من الملاعب اللي موجوده، يعني الملاعب الموجوده دلوقتي بقت حاجه تشرف وحاجه مبهره بصراحه، يعني ما لازم نستفاد من التجربه. النظام بتاع التذكره ده، انت كلمه التذكره دي حاجه مبهره. انت اول حاجه هتقضي على الشغب، وهتقضي على السوق السوداء، وهتقضي على كل واحد ليه رغبه انه يروح المباراه ياخد مراته وعياله واسرته يتمتع بلعبه كره القدم اللي النادي الاهلي اصلا هو اللي فارزها
على جمهورية مصر العربية. هو تطبيق نفس النظام اللي كان طبق في البطولة الأفريقية، لو طبق زي ما هو الجماهير ممكن ترجع بدون أي مشاكل. اهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الحوارية الثانية من الاهلي الليلة. الفقرة الحوارية الاولى كانت يعني بنتكلم مع الناقد الرياضي والصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت. هنروح دلوقتي الفقرة هنتكلم فيها فنيا اكتر، هنتكلم فيها تكتيك اكتر، هنتكلم فيها على لقاء النهائي ما بين الجزائر والسنغال في مباراة مهمة جدا. يعني في مصر كنا نتمنى ان مصر تكون طرف في المباراة النهائية، لكن منتخب مصر بيودع في دور 16. معايا مشرفني ومنورني الكابتن والمدرب القدير والمدرب المتميز الكابتن هشام زكريا. كابتن هشام برحب بحضرتك. انا برحب بيك يا عمر، مبسوط قوي اني معاك. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. برحب حضرتك. ايه كله تمام؟ كله زي الفل. منور يا كابتن. نورك يا حي الله يعزك. كابتن هشام، اكيد يعني حضرتك تمام بتابع بطوله افريقيا، يعني هو الحدث الاهم والحدث الاكبر. كان نفسنا ان مصر تكون موجوده في المباراه النهائيه، لكن مصر بتودع في دور 16. هتكلم معاك على مصر، هتكلم معاك على اجيريا عشان احنا بنتكلم من ناحيه فنيه شويه، لكن عايز اعرف راي حضرتك بشكل عام في البطوله الافريقيه تنظيميا وفنيا والمستوى اللي وصلنا ليه في 2019 من الناحيه الفنيه لمنتخبات افريقيا. عمر طبعا انت عارفني انا واضح شويه يعني. فدي مشكله عندي يعني، هي او مشكله الناس، بس هتكلم بالاول في الحاجه كويسه تنظيميا. محمد فضل رائع، شابوه بجد يعني. عمل حاجه 90% من الناس لو ما قلتش 99.9 كانوا متوقعين ان تنظيميا الموضوع كان هيبقى بعيد قوي، لان الفتره كانت قصيره قوي. ده طبعا يا كابتن بمساعده الدوله المصريه ان هي مسخره كل الامكانيات اللي هو بيطلبها او اللجنه المنظمه بس بتطلبها. الترتيب احنا كان بينقصنا دايما كل ده. بص مصر كلها بتتكلم في حاجه سيستم، هو اصلا مش فاهم يعني ايه سيستم. عشان يحط سيستم عشان يشتغل عليه، هو الراجل من اول يوم حط ترتيب كويس قدر يطلع بالشكل الكويس. فاهم؟ ممكن النهارده لسه فرق كتير جدا وناس كتير جدا معاها فلوس ومعاها ماديات مش عارفه حتى تطلع دوري ممتاز. صح، لان هو ما عندوش العقليه اللي تقدر تدير الكلام ده كله. فطبعا انا بشكره جدا. ده الحاجه الثانيه انا مش بقولها من النهارده. انا كنت في صدى البلد مع هاني حتهوت، زميل هاني حتهوت، فسالني فاستغرب، قلت له هنطلع من دور 16، طولنا هنطلع من دور الثمانيه، الكلام ده مسجل. قلت له اقل ناس استعدت للبطوله واحنا عارفين البطوله وبعدين متفائلين زياده واحنا ما اشتغلناش يا عمر. يعني انت النهارده عشان خاطر تقول النهارده مثلا انا عايز اوصل مثلا ايه، هجيب النهارده التارجت بتاعي امتياز جيد جدا. طب انت ساعدت للكلام ده؟ اشتغلت للكلام ده كله؟ انت ما اشتغلتش خالص خالص خالص. راجل ضعيف، راجل اختياراته كلها كانت سيئه، واتهموا دخلوا في اتهامات كبيره جدا، هم نفسهم اتهموا بعض، مع ان كان اكتر اتحاد كوره عمر انا كنت متفائل بيه، لان في قامات كبيره جدا في الكوره قدها كده اداريا وفنيا. اذا كان فنيا يعني كابتن شعبان شوبير، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن حازم امام، اداريا سيف زاهر، احمد مجاهد مع حفظ الالقاب، فوقيهم هنا بوريدا، دكتور كرم كردي. فكنت مش عارف، بس مش انا مش طبعا. فبص كل واحد في المجال بتاعه، لكن تفاجئ ان في مشاكل كتير جدا 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 وكانت موجوده. هل النهارده اللي احنا بنتكلم فيه ده هل هم ما كانش حاسين؟ ما كانش عارفين؟ يعني انا النهارده بتكلم كاعلام، كفنيين، كناس بره اطار الكوره، جوه اطار الكوره، كل الناس كانت بتقول الكلام ده. ناس حاطه بس حته رضا بعال، رضا بعال هو اللي قال؟ لا لا، ناس كتير جدا جدا. الناس بس اللي هي كانت متفائله خير، ولكن البطوله على ارضنا، نعمل زي 2006 وان شاء الله الدعم الجماهيري. الدعم الجماهيري يا جماعه انتوا بتتكلموا في جيل تريكا، بركات، عمرو زكي، عماد متعب، سامي الحضري، مش وائل جمعه، حسني عبد الرب، احمد فتحي، جيل بركات. انت بتتكلم في جيل مختلف. متعب، عمرو زكي، ما انا بقول لك بتتكلم في ناس مختلفين، ناس مختلفين تماما. انت الجيل بتاعك النهارده ما عندكش فيرود، ما عندكش فيرود تلعب بيه رقم 9، ما عندكش بلاي ميكر يلعب 10 يساعد، ما عندكش اطراف. انا مختلف جدا 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 في ناس. يعني ناس كانت بتقول حتى مثلا ايه، صلاح هيعمل ايه؟ انت النهارده اختياراتك اخترت على انهي اساس؟ انت النهارده سايب السوليه واخد علي غزال، ما معكش باك ليفت وسايب عبد الله جمعه، والناس كلها كلمك. فين النهارده الناس اللي كانت بتحاسب الراجل ده وبتقول له؟ معنى ان انت ما كنتش بتكلمه
معناته الراجل ده كان مسيطر والناس كلها حطاها في حته واحده بس في وكيل والوكيل بتاع جيري وكان الوكيل بتاع جيري هو اللي مسيطر عليه ومش عارف ايه. طب انت كنت بتتكلم ليه؟ ليه بتتكلم دلوقتي؟ ليه جاي بعد ما المصيبه حصلت وطلعنا من دور 16 بالشكل السيء ده باداء باهت في مجموعه باهته؟ الثلاث فرق اللي صعدوا منها خرجوا من دور 16. كان الناس يقول لك دي سبر واوغندا ومش عارف. هو دي سبر عمل كده عشان مجموعه ضعيفه مصر واوغندا يعني الكونغو فنيا مش مدير فني كويس. مش هقول ما اقدرش احكم عليه حاجه كويسه او يمكن احكم عليه من النادي الاسماعيلي كان عامل حاجه كويسه. ما نقدرش نحكم ان هو عمل من منتخب ضعيف منتخب ليه شكل بعض الشيء وان هو اوغندا توصل لا لا ما حصلش 16. ليه هو لا صعب لا انا واقعي مجموعه ضعيفه فيها الكونغو فيها اوغندا فيها زيمبابوي فيها مصر احنا عشان كده لو تلاحظ المجموعه كلها صعب طلعت في دور 16 تمام ولا فرقه كملت بعكس مجموعه قويه زي الجزائر والسنغال الاثنين بيلعبوا ثاني بالنهائي فرق شاسع بالناس. طب ما ريناردو خرج يا كابتن من دور 16 ريناردو واحد من المدربين التقال قوي في افريقيا واحد عنده 2 بطولات امم افريقيا قبل كده لا وحاجه تانية المرشح الاول للبطوله كان المغرب بعد الاداء الرائع اللي عملوه في كاس العالم انا واحد من كنت حاطط المغرب رقم 1 منتخب المغرب ليه علاقه بالمدير الفني المشاكل ولا هو دي المشاكل اللي تهدي اي حد المشاكل اللي حصلت قبل البطوله هي دي اللي هدت منتخب المغرب بس منتخب المغرب زي ما حضرتك قلت هو يعني اقنع الجميع في لقاءاته 9 نقاط بيأدي بشكل رائع جدا عمل مباراه اكتر من ممتازه لا هو خد 9 نقاط ولكن هو اقنع في مباراه واحده سحر العائق لكن المباراتين اللي قبل كده كان سيء جدا وكلنا مقتنعين انه كان سيء جدا ومن الواضح ان المشاكل كان مأثره عليه بعكس منتخبات كتير زي نيجيريا الجزائر السنغال فيه هدوء فيه شغل جبال بالمض شرس مش 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 شرس اي حد بيخرج عن الاطار بره واخر واحد اللي هو طرده قبل القائمه بيوم او بعد القائمه بيوم مغير اسمه راجل ملتزم راجل عنده سياسه شغاله فالنهارده المنتخبات اللي هي تعبت المنتخبات اللي هي اجتهدت هي الوسط ما كانش فيه مجامله في البطوله الفرقه الوحيده كانت ممكن تعمل كانت بنين ولحد دور لحد دور الثمانيه المغرب بعد كده دور الثمانيه وخرجت ولكن نرجع لينا احنا هل احنا كنا مقتنعين مصر ما كانتش مقتنعه اعلام مش مقتنع فنيين مش مقتنعين الدنيا كلها مش اتحاد الكره نفسه في ناس طلعت قالت مش مقتنعين الجهاز هاني رمزي طلع مشرح الرجل ومشرح المنتخب ومشرح الناس كلها وده برضو ما ينفعش لازم يكون في غرف المغلقه بالظبط حتى علي غزال يعني بالرغم من انه يعني طبعا اتكلم او تم انتقاده لكن الراجل بصراحه انا شايف انه عاقل جدا بيتكلم بشكل محترم قال احنا كنا لازم نتكلم في الغرف المغلقه ما ينفعش الكلام ده يطلع على الملا او يطلع للاعلام وده كابتن امر كبير جدا بص يا عمر اماجي النهارده في حاجه اسمها برضو في ظلم في ناس كانت تستحق المكانه دي طبعا انت النهارده بتقع على ارضك بطولة محتاجة ناس تقال ما جيش النهارده مع احترامي لعلي علي شخص محترم بس هو بتكلم على ان هو رده على التصريحات اللي خرجت انا بتكلم بغض على التصريحات طبعا ما كان لا ما كانش ينفع تتقال لا طبعا انت لا صح تمام. مليون في المية بالذات ان انت النهارده كنت واحد من المنظومة دي فانت النهارده طالع بتتكلم في فنيات واختيارات والكلام ده كله امال انت كنت فين كان ارحم لك قدمت استقالتك ومشيت لو انت بقى عايز تاخد موقف برضه ناس في اتحاد الكورة قالت لا احنا ما كناش موافقين كنت قدمت استقالتك ومشيت وقلت الناس كلها ان انا مش موافق على الاختيارات دي الا بقى حاجه يعني نقطه انا وصلت لها برضو عمال افكر كده شويه انتوا كلكم بتقولوا الوكيل ده هو اللي كان مسيطر على المنتخب مسيطر على جيري وهو كان بيقولوا ضمه ده وليه 12 لعيب جوه المنتخب طب انتوا كنتوا ساكتين ليه؟ ما خدتوش قرار فين اللجنه الفنيه اللي بتحاسب الناس دي؟ ولا انت مش معايا يا عمر؟ مفيش لجنه فنيه يا كابتن يبقى اذا في حاجه بقى يبقى اذا الوكيل ده كمان انتوا مش عارفين تتكلموا معاه لان هو داس عليكم في حاجه غلط يبقى الاتهام مش ما يوصلش الاجري بس يا كابتن انا مقتنع ان المدير الفني للمنتخب لازم يكون شخصيه قويه قبل ما يكون فنيا قوي طبعا بص كابتن جوهر هتقدر يا كابتن ان هو يفتح هفكرك بحاجه بسيطه اتفضل كابتن جوهر رحمه الله عليه مسك مدير فني منتخب للاتحاد الكوره عمل 1 2 3 4 منهم البطوله اللي احنا اللي شغالين فيها من ساعه ما اللي هي 23 سنه اللي هي 97 لحد السنه اللي فاتت كان عايز يعمل سكن زي سكن تيم بره ريزيرف بالظبط ليه عشان يبقى عندك مجموعه تقدر تتكلم ان النادي الاهلي عنده بطوله افريقيا الزمالك عنده بطوله افريقيا فمكمل فبيتعب فبقى عنده ناس تطلع وناس تنزل كله هجمه والنهارده قال لك النهارده بصراحه جدا لما قال لا مش هيمشي بالسياسه والتخطيط اللي انا حاطه شكرا سلام عليكم احترم مصر مش سالته مش مظبوط احنا بنعمل ايه في اتحاد الكوره مع ان انا كنت متفائل جدا بهاني ابو ريده يعني انا اداريا انا متخيل هاني ابو ريده
حاجه كنت متفائل بيه جدا جدا جدا. وقول الراجل ده هيوصلنا في حته تانية. واول ما وصلنا كاس عالم اتاري احنا وصلنا حتى كاس العالم. كان بهتان كان بهتان بهوت. حتى ادانا في كاس العالم ما كانش مقنع. لكن كابتن هشام انا عايز انتهز وجود حضرتك معايا. وحضرتك راجل مدير فني متميز وراجل دربت جوه مصر وبره مصر، كان ليك تجربه في بلجيكا سواء في تيرن اوت او في ليس. كابتن هشام بطوله 2019 امم افريقيا، حضرتك تابعت على مدار حياتك بطولات امم افريقيه قبل كده، لكن هل المستوى اللي وصل ده او الكره الافريقيه اللي اتطورت، هل هو تطور بسبب القياده الفنيه ولا بسبب نضج اللعيبه واحتراف اللعيبه في افريقيا او اللعيبه الافريقيه في كل انديه اوروبا؟ عشان ده سؤال مهم جدا، علشان احنا مش عارفين التطور ده وصل لفين او ايه السبب. لا هي اكيد اكيد الاثنين، مش اقدر تطور الاداره الفنيه زائد كمان تطور اللاعبين. اللاعب النهارده انا عمال ابص للجزائر، ايه الروح العظيمه دي؟ تمام. ايه القتال ده وايه حب البلد ده وايه الروح؟ شفتها في ماتش تصفيات كاس عالم لما كسبونا في السودان. ولما راحوا عملوا بطوله رائعه في كاس العالم، مع ان بعدها حصل دروب، ولكن بعدها حصل دروب. بس بص 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 للنظام يا عمر. صح. ابراهيم بيلعب في بورتو الاحتياطي بتاع بلايلي اللي بيلعب في الترجي. بس في نظام، كله بيدور على هدف واحد، مفيش حد بيتكلم، مفيش حد بيعمل شاشره، انا لعبت او ما لعبتش. النهارده بيدور جمال بالماض على مين اللي جاهز في الوقت ده اللي يقدر يشيل علم البلد ويطلع. مش الاسم. وهرجع تاني منتخب مصر. هل النني على مدار 3 سنين يا عمر وانت قبل كده كنت محترف، ايه الدقائق بتاعت النني؟ هم بيحسبوها ماتشات، يعني مثلا لو نزلت لاعب 17 ماتش مش بيحسبوها ماتشات، بيحسبوها ان هو موجود في ارسنال. يعني لا انا بجيلك، لا انا حسبه تاني مش قصدي كده. لما تيجي الناس اللي بتحسب اختياره ولا لا، هجيلك في حته تانية. انا مش قصدي كده. يقول لك لعب 17 ماتش. يا جماعه لا، انا قصدي بدا كام ماتش، كان اساسي كام ماتش. هو 7 ماتشات وخلال ال10 ماتشات دول لعب 3 دقايق. ماشي. فالنهارده انا بدور، اما اكون واحد النهارده جنب طارق حامد ادور على دونجا، ادور على عمرو السوليه، فما الاقيش دونجا بره والاقي عمرو السوليه بره السكور بره المنتخب خالص. بغض النظر مش عايز اخد في اسماء. وانت النهارده واخد ناس اصلا ما كانتش بتلعب في دوري وحش وما كانتش بتلعب، فانت النهارده حسبتك ايه؟ انت النهارده تطوراتك ايه؟ فتلاقي النهارده هاني هو بيتكلم، ده انا قلت الكلام ده كله، قلت الكلام ده كله، ده انت قلت حاجات تهد يعني احنا كده ما كانش معانا منتخب نخش بيه. لكن النهارده الراجل لما اختار والمنتخبات لما تيجي تختار، لا بتختار ازاي على اسس انا النهارده جاي امثل البلد. هنا مش بمثل نفسي بس، انا بمثل بلد. البطوله فيها شقين، الشق الاولاني انا كنت برفض جدا البطوله تتلعب في شهر 6 وشهر 7 عشان الحر والرطوبه. بس كابتن وكان نفسي تتلعب في شهر 1 او شهر 2 او شهر 3. بس شهر 1 يا كابتن عندك مشاكل، كان معظم لاعبي، وده اللي كان ممكن يخلي البطوله ضعيفه بعض الشيء، ان اللعيبه مرتبطه بدوريات انجليزيه ايطاليه اسبانيه المانيه، فما ينفعش ان هم يسيبوا انديتهم في وسط الموسم. ما هو ده، ما هو ده اللي كابتن عايز برضه كمله لك. انت بس خدت كلمه، ان هم لقوا ان الموضوع الناس في الدوريات، فصعب جدا يسيبوا دورياتهم. التشامبيونز ليج اخر حاجه بيحسبوها، اخر حاجه، اخر بطوله بيلعبوها اول 6 على طول او اخر 5، فما ينفعش، فلازم طبعاً نلعب بعد كده. كان طبعا مصر ده برضو انا شايف ان هم كان اختيار عشان خاطر الدوله الوحيده اللي تقدر تطلعهم من المشكله في 4 شهور. ولكن انا رايي الشخصي البطوله دي لما بتتعمل في طقس قاري بارد شويه الامور هتبقى احسن. انا شايف اللعبه كلها فيها تاثير. البلد الوحيده اللي يكون عندها الجو برد في شهر 6 جنوب افريقيا. بالظبط. بس انا بقول لك ليه هم عكسنا، هم 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 الجو تعب الناس في لعبه كتير قوي، الرطوبه تعبها. انت في ماتشات كانت الساعه 4:30. انا عارف انت كنت حل، انت كنت حل، بس كانت الماتشات 4:30 دي يا كابتن كل اشواطها الاولى كان التعادل سلبي ما عدا ماتش واحد بس بتاع اوغندا والكونغو. تخيل حضرتك بسبب الحر وبسبب الرطوبه وبسبب عمر اسال كل اللعيبه المحترفه القاسية اللي بتلعب في البطوله دي، يقول لك احنا تعبنا جدا 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 من الرطوبه ومن درجه الحراره. ده هل ما اثرش على المستوى؟ اثر على المستوى. هل هي الدوره او البطوله الاعلى المستوى؟ بس خلاص مش تعضيق. هم يعني الكاميرون، غينيا، غانا، الناس اللي عندك دي يا عمر كلهم مولودين في المانيا وفي انجلترا، مولودين هناك، مش عايشين العيشه اللي احنا عايشينها. طب جرب انت بتلعب بطوله افريقيا بحاجه. طب هل هيكون ازمه الدوره اللي جايه في الكاميرون؟ الحر والحراره والرطوبه، لو في نفس الوضع والكلام ده كله هتبقى كارثه، لان 90% من اللعيبه اشتكوا من القصه دي. هل هي البطوله الاعلى مستوى فنيا؟ انا شايف لا، مش الاعلى مستوى، مش الاعلى مستوى في يعني مثلا لما اقول 2008 و2010 كانت اعلى بكتير، منتخبات كانت اعلى بكتير. مش مصر بس،
اللي احنا خدناهم. انا بالنسبه لي 2008 عالي جدا. افتكر سهل عليك، افتكر الكاميرون، افتكر منتخب الجزائر، افتكر لا 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 كانت حاجه عظيمه فنيا احلى بكتير. ولكن هنا القصه على قد ما كانت، بس اول مره الكره تبقى عدل، يعني فيها عدل دايما، انت عارف الحظ ساعات بيلعب. يعني انت بتشتغل بس التوفيق بتستنى عنصر التوفيق. المره دي العدل 90% من اللي صعدوا دور الثمانيه يستحقوا، واستحقوا اللي هم الثمان فرق هم اللي يستحقوا. اللي اجتهدوا واللي وصلوا النهائي السنغال الجزائر، قبل النهائي تونس نيجيريا، يستحقوا. كان برضه مفاجاه بالنسبه للكاميرون، يعني الكاميرون حتى مع نيجيريا كنت حامل لقب. انا كنت شايف ان منتخب الكاميرون ما عندوش الامكانيات الفنيه اللي تقدر تاهله ان هو يصعد. وكمان انا شايف ان القاده الفنيه لمنتخب الكاميرون سيدورف مبالغ فيها من وجهه نظري. يعني 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 حضرتك عارف جايب اسمين كبار قوي قوي قوي، كوليفيرت وسيدورف، كلاعيب الكره القدم. خلي بالك سيدورف اشتغل مع ريال مدريد، اشتغل برضه مع منتخب تاني او اشتغل في هولندا، لكن مع حد. لكن هل حضرتك شايف انه يصلح لتدريب منتخب ممكن يكون بيبني نفسه؟ لا، هو المشكله اللي حصلت قبلها بيوم قلت لا المنتخب بعيد زي المغرب بالظبط. يعني مشكله حمد الله عملت تاثير اعلامي كبير جدا. مشكله الكاميرون انت جاي تتكلم في مستحقاتك قبلها بيوم، كابتن دول على طول واجلوا السفر. لا ده اجلوا السفر ليوم الماتش اللي هم هيلعبوا فيه. انت بتتكلم باسم بلدك، ودول اللعيبه، دول اللعيبه اللي جايه تشيل اسم بلد، بتتكلم النهارده في مكافاه او حقهم واكيد، بس بتتكلم النهارده في حاجه زي كده قبل ما تسافر بيوم. وبعدين اللي ضايقني اكتر المسانده الفنيه. خلي بالك في مشكله دلوقتي برضه، دايما المدرب على مكسب اللعيب، يقول لك لا انا اكسب اللعيب، طز في النادي، طز في الاداره، طز في البتاع. فكانت مسانده غريبه جدا، زي المدرب دلوقتي بيعمل عمر. بص النهارده المدرب يقول لك ادارتي والكلام ده كله، لا اقول له لا، انا بقول لاي مدرب انت قاضي بتحكم في حق النادي وحق اللعيب، لا تيجي على حق اللعيب ولا تيجي على حق النادي. فاهمني عمر؟ فاهم المعادله؟ طبعا انت مدرب في النص، بتاخد النهارده بتحاول تجيب حق اللعيب، وفي نفس الوقت ما تجرش على النادي، وفي نفس الوقت تاخد حق اللعيب من النادي وما تجرش على النادي. لا انا اهم حاجه اللعيب يبقى في حضني، واهم حاجه اللعيب مش عارف ايه، واهم مش عارف ايه، عشان خاطر لما يمشي يمشوا معايا. عارف احنا متربيين تربيه غلط. تربيين في القصه دي مش قصه ازاي النهارده اعمل مبادئ واعمل النهارده هيكله ان انا احب التيشيرت بتاعي واحب النادي بتاعي والكلام ده كله. بس يا كابتن انا شايف وجهه نظري ان لعيبه الكاميرون دي مش اول مره تعمل كده. في 2017 في البطوله الجابون تخلف عنهم 7 لعيبه بسبب المستحقات، وبسبب ان هم شايفين وجودهم مع الانديه الاوروبيه اللي بتدفع لهم مرتباتهم بالنسبه لهم افضل من وجودهم في المنتخب. أيوة عشان كده المنتخب لما فاز بالبطوله كله قال ان المنتخب الكاميرون باي حد بيكسب. انا صدمت عمر. يا كابتن الانتماء اللي موجود عند لعيبه افريقيا، بما ان حضرتك قلت مولودين في المانيا وفرنسا وهولندا، بالظبط ما عندهمش انتماء لمنتخب بلدهم. تمام. مش غيورين على منتخب بلدهم. انا معاك. عشان كده لعيبه منتخب مصر او اللعيبه العربيه بشكل عام، لعيبه مصر وتونس والجزائر والمغرب عندهم شويه انتماء، عشان عارفين يعني ايه حب وطن، عارفين يعني ايه تضحيه لبلدهم. طب انت عارف ان الجزائر والمغرب كانوا بيتهاجموا في فتره من الفترات بالقصه دي؟ تمام. بس الموضوع ظبط دلوقتي خالص. صح. ما هو دي مفاجاتي بالنسبه بالنسبه لمنتخب الجزائر، لان القصه كانت الاول افتكر كده اللي هو لا 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 نفسي وما خافش على رجلي ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا ولا لازم ارجع النادي بتاع سليم والنادي اهم. لا دلوقتي فيه انتماء غير عادي، ودي حاجه انا سعيد بيها جدا، الانتماء للبلد يا عمر. فاتمنى يا رب ان احنا نرجع، لكن انا مش مصدوم باللي حصل. اللي حصل ده طبيعي جدا لمنتخب مصر، وقلت انت اختياراتك كانت صعبه، اختياراتك استعدادك كانت وحشه، اختياراتك كانت وحشه، ما فكرتش مين الاصلح. انا شايف ان اجيدي كان بيدور على حاجه واحده بس، انا جاي موظف اخد قرشين هاخدهم وهمشي بدون اي مشاكل. بطوله امم افريقيا كابتن مصر نظمتها، هل لو كانت في البطولة التانية وأجيري كان أخفق كان ممكن يتم إقالته، ولا تنظيم مصر لأمم أفريقيا كانت كارثة بالنسبة لأجيري وكشفت كل الأمور الفنية الغلط اللي هو ماشي فيها؟ أنا شايف دي حاجة ودي حاجة يا عمر. يعني أنت كنت نظمت يا كابتن في الكاميرون وكان أخطأ نفس الأخطاء دي، كان ممكن يتاخد معاه أكشن زي اللي حضرتك شايف كده؟ كان لازم طبعا، أصل هي واحد، بل بالعكس أنت معاك هنا الدعم الجماهيري، مع إن قلت يا رب ربنا يستر، إن إحنا أنت عارف بطولاتنا كلها من غير جمهور، وده ممكن يعمل لود قوي على الولاد على اللعيبه اللي معاك، باستثناء 2-3 اللي هم محترفين بره. بالعكس لقيت الامور ما فيهاش مشاكل، شايف الدعم رائع من الجماهير، الناس راحت شجعت، ما فيش زوم، ما فيش اي حاجه، حتى لما حصل مشكلتين لا الناس كانت جميله قوي. يمكن كان ينقصنا كمان يكون موجود المدرج بتاع المشجعين بقى. مدرج الناس اللي بتدي الحماس، بتدي اللي هم ما بيدوروش على اللي هو 90 دقيقة تشجيع، دي كان ناقصنا. أنا قلت
والحمد لله ما كانتش عامل سلبي، كان عامل ايجابي. ولكن انا شايف ان احنا ضيعنا مننا بطوله كانت ممكن تفرحنا، كانت ممكن تفرح شعب محتاج يفرح. استعداد صفر، اختيارات 50% صفر، العلاقه بين الجهاز من واضح بينا الفنيه والملعب. لا 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 كان لا 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 كان سيء جدا. الراجل ما كانش حتى بيحاول يغير من طريقته، يعني حتى تغيير الطريقه دي، لا حتى في ماتش اللي خسرنا فيه 1-0 اخر ماتش من جنوب افريقيا لما طلع النني نزل دونجا متهيألي نزل دونجا عارف تغيير مكان بمكان اكاديمي بشكل غبي جدا، وواضح ان هو ما فيش حد بيتكلم معاه او بيقول له هل انا هغير هلعب 4-2-3-1. طب انت ما هتغير 4 ما تلعب 4-3-3 وخلي الامور بتاعتك طب هقول لك على حاجه، ما تستنى، ما خلاص انت فاضل كام 4 دقايق، كان فاضل 4 دقايق وغير تغييراتك في لا هو الراجل تطوره ضعيف وقالها وحاول يلهم الناس او الله اعلم الاعلام اللي حوالين المنتخب حاول يلهم الناس ان هيغير الطريقه او غير. انا كده برجع لحاجه ان احنا كنا كلنا غلطانين ان كوبر كان صح يا عمر صح. كوبر هي دي القماشه اللي كانت معاه، ما كانش يفتح في اي مجال انه يفتح الملعب، ما كانش بيحاول، هو كان بيلعب على حاجه واحده بس كونتر اتاك واحد سريع اتلعبت لصلاح وخلص ما فيش مشكله خالص. ساعتها كمان كان في عبد الله سعيد بيعرف يوصل، انت كمان من مصيبتك البطوله دي عبد الله سعيد من أسوأ بطوله ليه على مستوى تاريخه، وما عندكش البديل اللي يكون مكانه يقدر في مركز 10 يقدر يعوضه لو مؤ فالراجل لوحده وبالتالي كان وحش او سيء الحظ وبالتالي ما عندكش حد يقدر يعوض لان كل اللي في مكانه كانوا بره القايمه. لا كانت الامور اختياراته كانت صعبه جدا ومتهيألي هو اللي عمل في نفسه كده، وكان اصلا انا بقول لك الراجل كان جاي يتفسح ويمشي. طيب يا كابتن احنا كلنا بنقول على اجاري وكلنا بنهاجم اجاري دلوقتي، لكن هل حضرتك شايف بما ان احنا جبنا سيره شويه تصريحات من كلام الكابتن هاني رمزي واتكلمنا فيها، هل حضرتك شايف ان فعلا المشاركه في عدد بطولات كتيره، اجهاد لاعبي الاهلي والزمالك وان الاهلي والزمالك بيكملوا او مكملين بطوله الدوري ومفيش وقت ان المعسكر او المنتخب يعمل معسكر طويل، ان اللعيبه مجهده، ان اللعيبه لعيبه الزمالك خرجت من بطوله افريقيا وهي تعبانه تماما، هل يا كابتن مش كل الامور دي تنظيميا الخاصه باتحاد المصري لكره القدم ممكن نقول ان هي من الاسباب اللي ادت الى هذه الكارثه، ولا الاسباب كلها فنيه فقط لا غير؟ عشان دي برضو امر الناس كلها بتهاجم اجري 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 اجري. طيب انا ما هاجمتش اجري، لا 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 كابتن انا بتكلم على ايه، انا بتكلم على احنا شايفين الامر فني في واحد في اجري عشان هو المدير الفني. طيب هل العوامل الخارجيه الاداريه اللي حضرتك قلت عليها الاداريه اللي هي الاشتراك في اكتر من بطوله في نفس الوقت، اهلي وزمالك بيلعبوا بطوله الدوري حضرتك قلت بطوله مش قويه الموسم ده وممكن يكون فيها بعض المشاكل وبعض الازمات، طيب كان يعني كان ايه اللي كان ممكن يحصل او اتحاد كره القدم كان ازاي يخرج من المازق ده علشان خاطر يوفر كل السبل المتاحه للمدير الفني علشان يعرف لما يجي يحاسبه يقول انا وفرت لك كل الامكانيات والمناخ. طيب مش احنا قلنا في الاول احنا كلنا مش قادرين نتكلم صح؟ ليه؟ لان كلنا رأسنا في الارض. لا لا مش قادرين نتكلم. الراجل طلع واتكلم وقالوا ما حدش قدر يتكلم وقالوا مش عارف معاه 12 لعيب. طب انت كنت فين؟ يبقى اللعيب عندك انت كنت شايف كل حاجه والراجل كان مبسوط. انا ما حملتش مدير الفني الواحد بالظبط. الراجل مبسوط، انا بتكلم في اختيارات تمام. طبعا دي في اختيارات اللي هو الهيكله اللي هشتغل بيها بطوله عندي بطوله مهمه شعب كله مستنيها صح. لكن انت النهارده بتقول حاضر ونعم، انت ما انا قلت لك برضه هو ضعيف، هو النهارده عايز هو ضعيف محدش هو النهارده النهارده بيقول له لا اصل البطوله هنأخرها شويه عشان خاطر هنلعب ماتشين. ماتشين ايه؟ وبعدين احنا بنقنع ليه؟ احنا عمالين نقنع الناس ان احنا عندنا دوري قوي. برضه الناس سالت مني قلت الكلام ده كله، انهي دوري قوي اللي مالوش سيستم ومالوش اداره ومالوش ترتيب ومالوش مالوش وقت اتلعب فيه؟ انهي دوري قوي؟ دوري قوي احنا بنتكلم في اهلي وزمالك وبيراميدز عشان خاطر القرشين اللي صرفوه. فين الدوري القوي؟ و10 و12 فرقه بتنافس تحت عشان الدرجه عشان النزول. انهي دوري قوي؟ دوري قوي ده لما يكون في التزام في نظام. مشكلتك ان انت محتاج اداره قويه تقول يمين يمين شمال شمال هيتلاعب يعني هيتلاعب ومش هتلاعب مش هتلاعب والسيستم ده محطوط. لكن احنا في الاول برضو انا فاكر كويس اول السيزون احنا وافقنا على ده، احنا كانديه عارفين ان في طب احنا ما اعترضناش من الاول ليه؟ جينا ليه في النص وقلنا بقى المشاكل هنا والمشاكل هنا والمشاكل هنا؟ لكن انت الاول النهارده لو انت قوي انت بتغير في يوم وليله بتغير 20 قرار يا عمر. بتغير 20 قرار في ماتش هتلعب النهارده، لا هتلعب بكره، لا هتلعب امبارح، لا هتلعب بتغيره ليه؟
لكن انت النهارده انت عارف من الاول ان في بطوله عربيه وفي بطوله افريقيه وفي امال الدوري الانجليزي الناس اللي بتلعب فيه توتال هتقول لي طبعا فرق بشوق الدوري البلجيكي وانت كنت موجود معانا هناك كابتن اي دوري اي دوري في العالم يا كابتن بيتلعب علشان فيه اسس وفي نظام بس كله بيوافق انت النهارده محتاج عليه. بقى ايه محتاج اتحاد كوره قوي وانا عشان اقول لك انا مصدوم لان انا كنت متخيل هنا برد على راس الهرم في ناس لعيب كوره كبار جوه في ادارين كوره قلت بقى ايه لكن انا شفت النهارده تسجيلات مسربه لا غير الماتش ده اعمل لي الماتش ده سوي لي الماتش ده مش عارف ايه مش هلعب عليا مش عارف ايه مش هلعب انت مش هتلعب لا مين بقى اللي بيدير هل الانديه اذا كان النهارده الانديه اقوى من الاتحاد يا عمر يبقى انت عندك حاجه لا انت عندك وعين عايز تثبت للناس ان انت الدوري بتاعك قوي وشراسه وشراسه ايه كان زمانك ده انت مش عارف مش عارف تحط 20,000 متفرج في ماتش بين اهلي وزمالك القصه كلها محتاج اتحاد كوره قوي هو اللي يدير مش الانديه اللي تدير ورايي الشخصي تبقى لجنه انديه هي اللي تدير الدوري بره اتحاد الكوره خالص الناس المحترمين اتكلم عليها النقطه دي النقطه أيوة دي مهمه جدا عشان خاطر ما بقاش فيها ايه يبقى في ريبه جوايا يا عمر جوايا جواك لا اصل ده اهلاوي اصل ده زملكاوي اصل ده ترسناوي لا 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 دول اللجنه دي بتدير بره اتحاد الكوره وباجر واتحاد الكوره يجي باجر انا لسه بقى هتكلم مع حضرتك في النقطه دي لكن مش بس اجاري هو اللي كان احد ضحايا بطوله امم افريقيا 2019 في مدربين تانية ضحايا بعد خروج منتخباتهم من البطوله تعالوا نشوف تقرير ونرجع نكمل مع كابتن هشام زكريا خليكم معنا يسدل الستار غدا على بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر بداية من 21 من يونيو وذلك بعدما تبقى مباراة واحدة ستحدد الفائز بالبطولة عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي على ملعب استاد القاهرة أقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في الصيف وبمشاركة 24 منتخب لتشهد على رقم قياسي في العديد من النواحي من أبرزها عدد المباريات الذي بلغ 51 مباراة قبل المباراة النهائية وودع 8 منتخبات بطولة كأس الأمم من الدور الأول هم زيمبابوي، بوروندي، كينيا، تنزانيا، ناميبيا، أنغولا، موريتانيا، غينيا بيساو قبل أن يلحق بها 8 منتخبات أخرى في الدور التالي هي المغرب، مصر، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكاميرون، غينيا، ومالي أسفر الخروج المبكر لبعض المنتخبات عن العديد من الضحايا على صعيد الأجهزة الفنية للمنتخبات حيث ودع 6 مدربين مناصبهم بشكل رسمي قبل انتهاء البطولة سواء عن طريق الإقالات أو الاستقالات أو فسخ العقود بالتراضي خافير أجيري كان المدير الفني للمنتخب الوطني خافير أجيري أول ضحايا بطولة كأس الأمم بعدما قرر اتحاد الكرة إقالته فور خروج الفراعنة من الدور الثمن النهائي على يد جنوب إفريقيا بعد الهزيمة أمام البافانا بافانا بهدف نظيف على استاد القاهرة يوم 6 يوليو الماضي المدرب الأكثر حصولا على راتب بين جميع مدربي كأس الأمم بقيمة 108,000 يورو شهريا لم يفشل فقط في تحقيق اللقب الثامن للمنتخب الوطني في تاريخ كأس الأمم الإفريقية بل حقق أسوأ مشوار للفراعنة في نسخة من البطولة تقام بمصر سباستيان دي سابر أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم رحيل المدرب الفرنسي دي سابر بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي وذلك على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها منتخب الرافعات في البطولة ساعات قليلة من الإعلان عن رحيل دي سابر كانت كفيلة لإعلان نادي بيراميدز عن تولي المدرب الفرنسي والمدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي المهمة الفنية خلفا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز إيمانويل أمونيكي أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم يوم 8 يوليو الجاري إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب الأول عقب توديع بطولة كأس الأمم من مرحلة المجموعات وذلك عبر بيان رسمي أصدره الاتحاد التنزاني أكد فيه إنهاء تعاقده مع المدرب النيجيري متمنيا له التوفيق في المرحلة القادمة وخسر المنتخب التنزاني مبارياته 3 في دور المجموعات ريكاردو مانيتي قرر الاتحاد الناميبي إقالة ريكاردو مانيتي من منصب المدير الفني للمنتخب الأول الذي كان يتقاضى 5,000 يورو شهريا وذلك بعد توديع البطولة من الدور الأول
هذا وخسر المنتخب الناميبي مباريات ثلاث في دور المجموعات على أثر هزيمة في الأوقات الأخيرة من مباراة المغرب بهدف نظيف وبالنتيجة ذاتها أمام جنوب إفريقيا وبرباعية مقابل هدف أمام كوت ديفوار. بول بوت. تعرض البلجيكي بول بوت للإقالة من تدريب المنتخب الأول بعد توديع البطولة من الدور الثمن النهائي على خلفية الهزيمة أمام الجزائر بثلاثية نظيفة. اكتفى المنتخب الغيني في مبارياته الأولى بالتعادل أمام مدغشقر بهدفين لكل فريق، ثم الهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على بوروندي بهدفين من دون رد. كلارانس سيدورف. تقدم الهولندي سيدورف باستقالته من تدريب المنتخب الكاميروني بجانب مواطنه ومساعده في الجهاز الفني باتريك لويفرت، وذلك بعد هجوم حاد من وزير الرياضة الكاميروني أكد خلاله أن سيدورف غير لائق لتولي مهمة المدير الفني. هذا وودع المنتخب الكاميروني البطولة من دور 16 على أثر الهزيمة أمام نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد الفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام غينيا بيساو بهدفين من دون رد، ثم التعادل أمام غانا سلبا، ثم التعادل بنفس النتيجة أمام بنين. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين مع كابتن هشام زكريا والحوار الشيق بالنسبه لبطوله امم افريقيا ومصر والكره المصريه هنعمل فيها ايه الفتره اللي جايه. كابتن هشام، قلنا قبل الفاصل قلنا رابطه محترفين خاصه بالدوري المصري الممتاز، وممتاز به تعمل رابطه ليها ودرجه الثالثه تعمل رابطه ليها. الاختيارات حال حضرتك شايف رابطه المحترفين او رابطه الدوري المصري الممتاز، هل ممكن بعض الشيء تنقذ الكره المصريه، تنقذ بطوله الدوري من الشكل العشوائي اللي ماشيه بيه؟ بما ان حضرتك فتحت وقلت ان لازم يكونوا باجر ولازم الاعضاء يكونوا باجر والرئيس باجر، هل ده حضرتك شايف انه حل مناسب؟ عشان ما حدش يجيب علينا عمر ويفضل كل شويه يقول لك ايه اصلا متطوع. بتضحك على مين؟ امال بتجروا ليه على كل رئيس بعثه؟ عايزين نبقى واضحين، انت جايب اجر عشان تجتهد، انت بتعرق وبتتعب وبتدور عشان تعمل سيستم منظومه محترمه، اجر. ثانيا، افصل تماما الدرجات اللي تحت بالدوري الممتاز عن يعني هتسيبها شويه، خلي الدوري الممتاز والممتاز به مع بعض عشان كارثه الجمعيه العموميه وكارثه الانتخابات والتربطات. ما ينفعش النهارده انا اقارن النهارده اهلي زمالك فرق اسماعيلي سوري مش عايز اجيب اسئله عشان خاطر خلاص بس عشان خاطر ايه فرقه مركز الشباب امبارح كان معايا وقال نفس بالظبط. ما ينفعش. طب انا عليك شايف يا كابتن تبقى 50 نادي ولا انديه الدوري الممتاز بس هم؟ لا 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 مش 50، هم الدوري الممتاز ولو فتحناها شويه يبقى الممتاز به اكثر من اختيارات مجلس اتحاد الكوره. طب ما كده هتخش في 50 نادي، انت عليك ثلاث مجموعات في الممتاز به، كل مجموعه كام نادي؟ يبقى افصل. صح كده؟ مش افصل. مش انا كده بتكلم افصل عشان موضوع الترتيب. انا عايز النهارده الناس تدير وفي عندنا قامات محترمه تقدر تدير. طب سؤال يا كابتن، هل لازم اللي يدير يبقى لاعب كره قدم؟ لا طبعا. ما دي برضو نقطه مهمه جدا. بص يا عمر، انت ليه دايما عايز توديني في حته؟ بس انا ماشي، انا هاجي معاك. خليك هاجي معاك بس ايه، خليك بس بالراحه. بس بالراحه. بص يا عمر، بص يا عمر اصل انا شفت القصه دي. انا كمدرب، انا خارج الاهلي والزمالك، فخارج انت بطه سوداء يعني، عارف انت مهما تعمل انت بره القصه دي، ما حدش هيشوف. احنا القصه كلها النهارده، انا النهارده لعيب دولي، خلصت لعيب دولي وعلى عيننا وعلى راسنا، لازم تخلص تبقى في اتحاد الكوره، ما خلصتش تبقى مدرب تخش في اي لجنه وبعد كده محلل وبعد كده مش عارف. المهم في الاخر وفي الاول انت ميت وبعد كده بتتورثها يعني عامه توريث. انا لا، انت نفسك شفت. اصل انا بكلم ليه؟ لان عارف انت شفت الكلام ده بعيد تماما عن اللي احنا بنتكلم فيه. انت النهارده مش شرط تنجح، انت النهارده بعد ما تقدم نجاح وبتقدم حاجه واجبه كويسه، منتظر بقى انك تقول الناس، حد يقول لك ايه برافو عملت حاجه كويسه. انت دي حتى ما تسمعهاش. لا لا لا، انت مين؟ انا اقسم بالله سمعتها بودني من الناس معانا. هشام زكريا مين؟ انا في ناس كانت في استوديو معين كانت بتقطع فيها لصالح واحد وهو اللي كان بيشكر في الاداء. اول بس هتتغلب ماتش يقول لك لا 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 اصل مش عارف ايه عشان الترتيب. انت مش قادر تفهم، انت بكلمتك دي او بالظلم اللي انت الكلمه اللي بتقولها دي بتقفل كام بيت؟ بتقفل كام بيت؟ ليه؟ عشان خاطر واحد صاحبك مش محتاج ومش في الليله ولا يرقى ان هو يكون في المستوى الموضوع ده ولا اداريا ولا فنيا. لكن انت النهارده لا، ببساطه جدا العمليه صعبه. انا
بجيب اصحابي وده خد السؤال ده بقى ورث. خد بقى يا كابتن السؤال ده خد قول اللي انت عايزه. فنيا هل لو تم تطبيق التدريب الدوري المصري بالرخص هل ممكن يخلي الموضوع بروفيشنال اكتر ولا حتى الموضوع لو مش انهي رخص؟ انهي رخص عشان انا اوصل معاك للكلمه دي، انهي رخص؟ الرخص اللي هي بتتفرق دلوقتي ولا ايه؟ انهي رخص؟ هو ده اللي بقى انا بص يا كابتن انا بتكلم على سي وبي وإي. هل الدوري المصري ماشي ممكن نقول عمر انت عندك دلوقتي مدربين اكتر من سواقين ميكروباص. طيب بس في مدربين بيشتغلوا من غير رخص صح؟ في مدربين في الدوري المصري ما عندهمش الاي. حضرتك دلوقتي احنا دلوقتي في الدوري الانجليزي كويس، المدرب عشان يدرب لازم يكون معاه ايه؟ اللي هي البرو برو اليويفا برو. طب معلش نروح فوق قوي كده يعني الدوري ماشي انا مش خلينا في الدوري البلجيكي. طيب اللي احنا شفناه. طيب الاي مش لازم عشان تدرب في الممتاز لازم يكون معاك ايه؟ اقول لك على حاجه اتفضل. انا كان اسمي بيتحط في بلجيكا وانت كنت عارف الكلام ده كله. مساعد مدرب لان ما كانش معايا غير السي. تمام ودي حاجه يا كابتن ودي حاجه مساعد مدرب يعني مش وانا اللي بدير لا تعيب فيك ابدا. لا بس انا بقول اهو كان حتى مساعد مدرب وكان يجيبوا لي واحد معاه البرو يتحط من قطاع الناشئين ان هناك عندهم قطاع ناشئين حاجه ثانيه. طبعا يا كابتن بلجيكا وهولندا هم الاساتذه اعلى اجور هي اللي في قطاع الناشئين مش فوق. برافو عليك. احنا هنا بنجيب المبطل نخلص على العيال عشان خاطر النهارده ياخد على كل راس 5000 و10000. لا وممكن ياخد ملاليم عشان خاطر يعني اهو تعالى. لا 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 ما هو بيعوض بقى بيعوض النهارده عشان يتأيد 5000 و10000 وانت عارف ان القصه دي طيب. بقت سهله. لو مشينا في الدوري المصري قلنا المدربين اللي درب في الدوري المصري لازم يكون معاها الايه؟ ممكن انا بس عليك ممكن مش بقول لحضرتك أيوه. بسالك انا بس عليك ماليش دعوه. لا لا اللي ممكن شويه الموضوع يبقى بروفيشنال شويه برضه اشك. لا طب ايه الحل علشان خاطر مستوى التدريب في مصر وفي الدوري المصري يتطور الى الاحسن؟ ممكن نعمل ايه؟ يبقى ايه المعايير اختيار المدربين في مصر؟ هل لو طبقنا ان مفيش مدير فني يدرب فريقين في موسم واحد ممكن الموضوع يبقى ظريف شويه؟ ممكن الانديه ما تتسرعش في الاقالات؟ الانديه السبب. طيب انا متفق مع حضرتك ان الانديه سبب. طب مين اللي بيحط رولز؟ الانديه السبب. مين اللي بيحط القوانين يا كابتن هشام؟ القوانين برضو برجع تاني القوانين تحطها اتحاد الكوره. طيب مش ممكن لو اتحاد الكوره قنن الدنيا وظبط الدنيا ممكن الانديه يبقى ما عندهاش حلول ان هي ترضخ الى القوانين واللوائح الموجوده قدامها؟ بقى لك كام سنه تقول الكلام ده؟ ماشي انا بقول لحضرتك بقى يمكن هل هيتنفذ؟ هل هيحصل؟ هل ممكن النهارده اتحاد الكوره طب اتحاد الكوره النهارده قدم استقالته ودي حاجه جميله جدا. هل احنا متفائلين ان ممكن يجي اتحاد كوره يشتغل بجد ويشتغل باجر ويكون انا شايف لو باجر يا كابتن يشتغل ويكون منتخب من الانديه دوري ممتاز وفي لجنه بتدير الممتاز به وفي مش كل سنه يا عمر بقولك تاني مش كل سنه بقرار والقرار بيتغير بجمعيه عموميه والنهارده معلش للاسف جمعيتهم جمعيه عموميه النهارده باكله كفته باخد الصوت باكله كفته يعني يا جماعه ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش لازم بره الكلام ده كله كل اداره عشان كده النهارده اللعب في كل حاجه اللعب في صعود وهبوط اللعب في وجود بطوله احنا نفسنا ان يبقى عندنا النهارده بطوله جيده نستثمر منها ان الانديه بتصرف كتير محتاجه النهارده لما ياخد دوري النهارده مانشستر سيتي لما خد الدوري خد كام النهارده استون فيلا لما صعد خد كام عشان النهارده ما اصرفش من جيل اللي هبط بياخد كام؟ ما برضه كابتن 180 مليون 180 مليون استرليني الانجليزي الوحيد اللي في العالم اللي فيه تساوي ما بين الانديه كلها. طيب وان اللي بيلعب ماتشات اكتر من الفرق الثانيه ممكن تزيد شويه حته الرعايه التلفزيونيه. هل تقدر تعمل عندك الكلام ده؟ لا طبعا ما اقدرش. الانديه الكبيره هتعمل ايه؟ صح ترفض. تمام رفض بات ولكن النهارده ابدا ونظم هات رئيس اتحاد وهات اتحاد يقدر يدير يقدر يشتغل مش كل واحد النهارده الكل بعد الكل كل مشكله يقول لك انا ما كنتش موجود انا كانوا يرفعوا ايديهم وانا ما كنتش برفع كتير لك وعين ايه يعني هايلين في التحليل يعني النهارده هسألك سؤال بسيط جدا انا بقى اللي هسألك المره دي يلا يا كابتن انا جاهز اجاوب لا اسألك بس على حسب السؤال مش النهارده احنا النهارده 90% منهم محللين ماشي صح ولا مش صح؟ تمام وقاعدين في الاستوديوهات تمام هل ما شافوش المشاكل دي كلها اللي بيتكلموا فيها دلوقتي؟ لا شاف وهم في اتحاد الكوره يعني هم بيسالوا بيردوا على نفسهم ما قالوش للراجل ليه الكلام ده؟ حتى لا اللجنه الفنيه مين حتى لا يتدخل
حتى لا يتدخل احد مسؤولي اتحاد الكره في السياسه والقياده الفنيه لمدرب منتخب مصر. وانت عشان لما اجي احاسبه في الاخر مين اللي قال الكلام ده ومين قال الكلام ده؟ انا بقول لك اللي انا بسمعه. ومين ازاي اذا كان اللعيبه دي كلها هو الراجل واخدها غصب عنه عشان خاطر بيقولوا في وكيل ومش في وكيل والكلام اللي عمر اللي انتوا عارفينه بتقروه كل يوم في المواقع وفي الجرايد. مين اللي قال الكلام ده؟ الكلام ده طبعا عاري مش صحيح. طبعا عاري تماما. انت النهارده واخد اللعيبه دي ازاي؟ واخد اللعيبه دي من وكيله انت اللي بتقول الكلام ده وما كنتش مش وافق ايه؟ انا قدمت سالت وامشي. احنا هنفضل لحد امتى عشان خاطر ارمي عليك التهمه؟ اصل انا ماليش دعوه ماليش دعوه. كنت قاعد بتعمل ايه حضرتك؟ كنت قاعد ليه؟ ومع ان المشكله كانت باينه من كاس العالم. يعني من كاس العالم كان في مشكله باينه. ونبدا نحلها ونبدا الكلام ده كله. دايما بنصبر يا كابتن هشام للاخر علشان خاطر اللي يحصل الكارثه وبعد كده نحل؟ لا عشان مش بنحل كمان. لا عشان الناس على طول تتكسر نفسها. عشان الناس على طول تزعل، عشان الناس تموت. وفي الاخر هقول لك على حاجه، والله العظيم ما حد حاسس بحاجه. صح. والله العظيم ما حد حاسس بحاجه، هو عايش مفيش مشكله، اتحرقوا الجهاز مفيش مشكله. ان عارف اقول لك الناس الطيبه اللي زعلانه. الناس الغلابه. خلي بالك اللي هو الظلم. دعوه المظلوم، انا بشوف النهارده اللي حصل ده دعوه مظلوم. الناس مكمله عادي ومفيش مشكله عادي وحاجه عادي وبيديروا البطوله عادي، مع ان يعني بيقول لك انا مالناش دعوه خلاص احنا خرجنا على الكره. بيدير بقى ملف، بناخد ملف ثاني. اي شغلانه في اي نيله في اي كلام في اي رغي في اي حاجه، المهم في الاخر مش انا السبب. هو عارف من جواه ان هو سبب كارثه كبيره ومش عارف. انا لحد دلوقتي مش عارف مين اللي هيقدر يحل. طيب تعالى يا كابتن نروح للفنيات مره ثانيه. تعالى نرجع ونتكلم على منتخب مصر ونتكلم على بعض الافراد جوه منتخب مصر. هنتكلم على احد نجومنا محمد صلاح. محمد صلاح حضرتك شفت ان هجوم شديد جدا من السوشيال ميديا على محمد صلاح بعد خروج منتخب مصر. البعض بيتهمه ان هو لا يبالي في خروج المنتخب بوجوده في مدينه الامارات في بعض الصور وبعض الستوريز على الانستجرام، ولكن في اللي بيدافع وفي اللي بيهاجم. هل حضرتك شايف محمد صلاح هو فقط المسؤول عن خروج منتخب مصر، ولا محمد صلاح لاعب زي اي لاعب جوه المنتخب والمسؤوليه بتتقسم على كل اللعيبه والجهاز الفني واتحاد كره القدم بشكل عام؟ هرجع لكلمه دكتور زويل. ماشي خلاص عرفتها. هرجع لكلمه دكتور زويل. دكتور عظيم وقال كلمه عظيمه جدا لما جه هنا خلاص. يفتح الجامعه اللي هم يعني اللي الدوله اديتها له عشان خاطر بدل ما التطور اللي هو بيشتغل فيه يروح لدول ثانيه يفضل هنا. قال لك بره بيدوروا على الفاشل عشان ينجحوه. احنا بندور هنا زي ما قال. انا بس على الناجح عشان نفشله. الامل اللي احنا عايشين عليه يا عمر مستنيين نهار. احنا يعني عايشين في الرياضه للقاتم. ليه القاتم؟ الامل اللي عايشين فيه ربنا سبحانه وتعالى نصحنا فيه ان دايما عايشين على الامل، مستني النهار ان يجي النهار واقدر ابص ارتاح. مش شرط تشتغل وتتعب وتجتهد عشان خاطر تبقى في حته او تعرف النهار تطور نفسك. لا، لازم يبقى ليك محسوبيه ولازم يبقى ليك وكيل ولازم ليك مش عارف ايه ولازم اسف تسرق ولازم تمد ايدك ولازم ولازم ولازم. المحترم ملوش عيش. المحترم ملوش عيش الا من راح الا من رحم ربي. اجي طب بالظبط. فاجي بقى الكابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح ده رمز. انا بقوله يعني هو من دول ولادي يعني، او مش عايز ممكن يكون اخويا الصغير. ده رمز. اللي عمله محمد صلاح محدش هيعرف يعمله. مش محدش عمله، محدش هيعرف يعمله. وافكرك واقول لك ليه، لان احنا ما بنعرفش ننجح حد. محمد صلاح فلته. ما بنعرفش ننجح حد، ما بنعرفش نطور حد ونطلع من جوانا لعيب. نقول مثلا ايه، زي فاكر زمان مشروع لف ومشروع البطل القومي ومشروع مش عارف ايه، عملنا 90 مشروع كده وفي الاخر صرفنا مش عارف ملايين وفي الاخر ما طلعش منه بجنيه. محمد صلاح طلع لوحده بتوفيق ربنا. لا لا، بتوفيق ربنا. اتكلم على ان ما كانش فيه اجتهد وعرق يعني مش من اي مشروع يا كابتن هشام. الراجل ساكت. الراجل انت مش عايزه يزعل انه يتشتم، بتشتمه عليه. دي حاجه، دي حمله ممنهجه عشان خاطر نهد من مين بقى؟ الله اعلم. انتوا قادر، انتوا كاعلام وانا واثق ان انتوا عارفين كل حاجه. منهج محمد صلاح هيعمل ايه؟ طب ما نلبس محمد صلاح 11 فانيلا، ما لبس محمد صلاح يخليه هو المدرب. هو المدرب، هو اللي اختار يا عمر، هو اللي نظم. هو اللي حط سيستم البطوله. قبل البطوله هنعمل ايه؟ استعداداتنا ايه؟ وماتشاتنا الوديه ايه؟ هو خلص الشامبيونز ليج وكان لازم ياخد راحه مع البي. هو متفق مع هو النهارده لو كان اجيري. طيب. قال له النهارده اجيري، قال له لا معلش مفيش راحه. طيب دلوقتي يا كابتن والسؤال ده حضرتك لا اجيري ما ردتش عليا. انا عايز اسالك سؤال. اجيري قال له مفيش راحه. لا انا بتكلم على نقطه محمد صلاح. مش هو اللي نظم، المدرب هو اللي نظم. فدلوقتي الجمهور كاتب على السوشيال ميديا ردا على اجابه حضرتك، طيب ما ساديو ماني
نفس الكلام في السنغال، رياض محرز في منتخب الجزائر نفس الكلام، مش هم اللي بينظموا، في مدير فني بيوظف بيعمل يعني. هو ده اللي انا برد عليه فيه. هو اجيري متفق مع اجيري بعد البطوله. هو مديله قال له عندك استجمام 10 ايام، بعد ال 10 ايام هجيلي. الكلام ده اتقال. لا لا يا كابتن، انا بتكلم على انا عارف يا كابتن، انا بتكلم على من ناحيه ان جمهور مصر كان حابب ان محمد صلاح هو اللي يشيل الفريق بما انه اكتر نجم واحد موجود. طيب اقول لك الفرق. اتفضل يا كابتن. اقول لك الفرق. اتفضل يا كابتن. بص للعناصر تمام اللي قاعده، مش اللي بتلعب في السنغال على الدكه، وبص على عناصر الجزائر التيم الثاني اللي لعب ثالث ماتش وكسبه 3-0. العناصر مش هقول لك بس مين اللي بيساند صلاح في الخط الامامي. مين اللي بيساند صلاح؟ صلاح عمل كورتين لتريزيجيه في اخر ماتش، اي كره منهم الماتش خلص واحد خلاص خلاص. ما كناش هقول الكلام ده كله. كنا هنقوله في دور الثمانية بالظبط. كنا هنأخره، بس كنا هنأخره. ولكن انا بقول النهارده افاده، بص النهارده للجزائر معاها مين. بص اقول لك حاجه، مش هقول احنا، بص النيجيريا اسامي هي كانت كتير ما نعرفهمش، بس بص محترفين فين وبيلعبوا فين. الدكه اللي قاعده بره، احنا النهارده مش لاقيين ناس تلعب في الملعب، مش لاقيين دكه، احنا مش لاقيين ناس تساعد صلاح. انت النهارده بتلعب النني بره، عبد الله سعيد بره، ما عندكش رقم 9، بتلعب من غير رقم 9 وما قدرتش تجيب رقم 9، وانت عارف ان عندك مشكله في الحته دي. ما عندكش سيرد باك تاني، ما عندكش باك رايت يشيلك، ما عندكش باك ليفت يشيلك. انا بتكلم في مراحل كتير، ما عندكش عمود فريق التيم. وبعد كده بيقول صلاح، طب ما نلبسه 11. الكره مش كده يا عمر، الكره لو واحد طب ما خلاص نصرف ليه على 24 لعيب، ولا انت مش معايا؟ لكن النهارده الفرق شاسع بين الجزائر والسنغال. طب اقول لك على حاجه، بص ارقام محرز وبص ارقام سادو ماني، صلاح افضل منه يا جماعه مش كده بس. يلا عمليه كلها ان ده وصل وده ما وصلش. سادو ماني بعيد جدا، ماتشين من الاربعه جمال بن ماض مغير محرز، مغيره. ما تحملوش الناس فوق طاقتها، خليكوا كده سبورت للراجل عشان خاطر الراجل حتى يحس بغربته ان في حاجه. الراجل ده واخد تشامبيونز ليج، اتنين هداف دوري البريمير ليج اللي هو من اصعب دوريات العالم، جه النهارده كان بيموت عشان خاطر بنلعب صعدنا كاس عالم، مرتنا صعدنا كاس عالم، كان بيموت عشان خاطر اخر دقيقه لما دخل فينا التعادل. طيب الراجل الغلبان في الشارع كان متوسم خير في مستوى محمد صلاح انه يكون افضل من كده، بس احنا عارفين ان احنا ولا اجتهدنا ولا عرقنا ولا خدنا بالاسباب ولا عملنا حاجه. يعني يا كابتن المستوى الفني ممكن يتاثر بسبب العوامل اللي حضرتك قلت عليها دي. طبعا طبعا. هو مين اللي هيوصل محمد صلاح عمر؟ ممكن هو انا اسف، انا بتكلم اعلامي ولا كان لعيب كوره عمر؟ انت لعيب كوره عمر، انت لعيب كوره صح جدا. مين النهارده اللي كان مين هيوصل؟ هو محمد صلاح لو احسن ليه بلاش ميسي في برشلونه، ميسي هو ميسي في الارجنتين. انت بص انا بص كوبا امريكا متفرج كده والله العظيم ثلاثه، انا جبت كورتين والله العظيم عليك. بينزل تحت من السردباك عشان يستلم عشان مش لاقي حد يوصله، وعاملين دايره. اول مره اشوف تكتيك معمول دايره حوالين الملعب، الفرقه واقفه كده بجد والله العظيم، عاملين دايره الاربعه ديفنس والثاني على الطرف، مفيش حد بيصعب عليا والله يا كابتن. لا مفيش. لكن بص بقى النهارده المسانده في الناس تقول اصل هي لا لا لا، بعكس كريستيانو في فرقته بيتساعد، في المنتخب بيتساعد، الدنيا كلها لا، الدنيا مختلفه يا جماعه. لازم يبقى عندنا هدوء، ولازم نكرم 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 لما يكون حاجه انا بعتبرها من نجاحات الولايه. انا لو حطيت صلاح احط صلاح في حاجه، بس انا ما بحبش بس احط النادي، بس احنا عندنا قامات كبيره، اذا كان زويل الدكتور مجدي يعقوب، طه حسين، عندنا ناس كتير، امير الشعراء، عندنا ناس كتير عظماء. فصلاح وصل لمرحله كبيره. وبصوا النهارده الناس بتعاملوا ازاي، احنا النهارده اللي عمالين نطعن فيه خطر خطر، احنا اللي بنهده. دي حقيقه، دي الحاجه الوحيده خلي بالك اللي بقينا النهارده اتفرحنا. طيب راي حضرتك في تريزيجيه ومستواه في البطوله، وكمان عايز اعرف تعليق حضرتك على خروج محمود حسن تريزيجيه من الدوري التركي اللي المفروض ان هو بات قريبا من الانتقال الى سامبدوريا الايطالي، ده الاقوى ماديا بالنسبه لنادي قاسم باشا، في اعتقد استون فيلا وكمان نادي في الدوري الانجليزي، لكن في اثنين من انجلترا وواحد من ايطاليا، لكن الايطالي هو العرض الاقوى. اتمنى الاول بس راح لك في مستوى تريزيجيه، هل حضرتك شايف ان خليه تاني يعني خليه السؤال التاني. طيب. السؤال انا نفسي اتمنى اروح فيورنتينا، لا سامبدوريا. سامبدوريا ما فيش مشكله، الفرق مش كبير، بس في اختلاف ما بين الدوري التركي والدوري الايطالي الشتان الفارق بالظبط. متهيألي
العقليه بتاعته هتتطور اكتر من كده، لان انا شايف في مشكله، يعني برضو في مشكله عند تريزيجيه مش لعيب، معلش ممكن ناس تنتقد تقول لي يعني بعد السن ده وبقى احترافه، تريزيجيه محتاج يتعلم يقف. تريزيجيه ما يعرفش يقف، ما يعرفش امتى يخش جوه يبص لجوه، ما يعرفش امتى يخش جوه ويعمل بيانيه للناس زي اللي صلاح عملها له. ممكن عشان كده الناس تريزيجيه مركز على حاجه واحده بس، مش حلو مركز على حاجه واحده بس. حتى لو قدامي اربعه سبورت، اربعه من ديفنس، ان انا اعمل كده واروح داخل، يعني مش هقول يعني مش عايز كلمه عشوائيه، ولكن في يعني في تحركاته في بعض العشوائيه. فمتهيألي ان انا يعني ربنا وفقني واطلع من الدوري التركي للدوري الايطالي، متهيألي دي مهمه جدا، لان هناك محسوبه بالتحرك. او الدوري الانجليزي يا كابتن؟ متهيألي لا، هو لسه صعب على الدوري الانجليزي. استون فيلا داخل بقوه يا كابتن في المفاوضات، ونادي اخر أتمنى في انجلترا. اتمنى عشان بس نكون، انا اتمنى بس هل هو الكلام اللي احنا بنسمعه؟ فاكر زمان لما خلص بطوله افريقيا نلاقي 18 واحد من لعيبه مصر مرشحين في ريال مدريد وليفربول وبرشلونه، وفي الاخر بخ بنلعب هنا في الدوري المصري وبنلعب في الدوري مش عارف الدوري انهي دوري بنلعب فيه. المدرب المصري ولا المدرب الاجنبي الاصلح لقياده المنتخب الوطني فنيا، بما ان حضرتك موجود وراجل مدير فني خط تجربه محليه او تجارب محليه وتجارب دوليه، فحضرتك عندك مش عايز حد يزعل مني، بس انا هقول اللي جوايا وده رايي. ماشي. انا محتاج مدرب كبير. طيب المدرب الكبير ده كانت لازم نكون مقتنعين ان هو ياخد فلوس كتير. لازم اصرف. تمام؟ لازم اصرف. بالظبط كده عشان لا لا ايه؟ لازم اصرف. انا النهارده مش عايز تطور. بالظبط. مش راجلي جاي بجهازه. يعني اقل حاجه 3 مليون يورو في السنه. ده اقل حاجه. اقل. سيدي الفاضل. انا عايز ابني من جديد. صح انا معاك. عايز اشتغل على بنى جديد واعمل اساس جديد. وابني على نظافه، وابني بشغل متطور، والراجل يتحط معاه مدير فني للاتحاد عشان السيستم ده. انا نسيت صحيح، فين منتخبات الناشئين؟ لسه بسالك على الخطوه، السؤال اللي جاي، هل حضرتك شايف الخطوه اللي جايه ان احنا نهتم بالمنتخب الاولمبي ومنتخب الشباب علشان كاس العالم اللي جاي وتصفيات افريقيا اللي جايه، ولا حضرتك شايف فين الحاجات دي؟ الحاجات دي مثالي طلعت المنتخب الاول صح؟ لا منتخب الشباب اللي بيقوده الكابتن شوقي غريب عنده لا الكابتن موجود، بس في مثالي منتخبين. لا منتخب واحد خرج، منتخب كابتن حماده صدقي خرج امام السنغال في الدور التمهيدي. منتخبين اللي موجودين دلوقتي هو منتخب الكابتن شوقي غريب منتخب اولمبي، ومنتخب الكابتن ربيع سيم منتخب 2001. أيوه. منتخب الاولمبي بيستعد لتصفيات او لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، ودي هتكون في شهر 11 في مصر. شهر 11 في مصر البطوله دي، بطوله افريقيا تحت 3. ما تشيلش بالحاجات اللي ما انا بقول لحضرتك بس. تمام. طيب منتخب الشباب 2001 اللي بيقوده كابتن ربيع ياسين عنده تصفيات في شهر 5/2020، والمؤهله لبطوله امم افريقيا 2021. بص يا عمر، اتمنى التوفيق، ولكن انا محتاج خبير حلو محترم. راجل بروفيسور كبير يعرف ان هو يعرف يدير ويجي يدير مع المدير الفني لاتحاد الكوره عشان السيستم بتاعه يمشي على كل الفرق اللي تحت، ونشتغل صح، ويجي كمان مع جهازه. ما تجبروش بقى على فلان، على هشام وابراهيم واسماعيل عشان خاطري. بص اقول لك صراحه كده، عشان يبقى خاطر العين بتاعتي يجي خبرك يبلغني كل حاجه تحت عشان اوصلها. يجي الراجل بجهازه ويشتغل، يفلتر لنا الدنيا دي كلها، يشتغل شغله صح. بس قبل الكلام ده كله نعمل له دوري مظبوط، نعمل هو بقى اللي يحط بقى هو اللي المستشاري. لا هو النهارده في حاجه انت بترتب له من اتحاد، من رابطه اداره للدوري، من رابطه بالظبط كده، تكون عامل نظام محترم يجي يشتغل عليه. وهو بقى يجي لو في شويه تعديلات، عشان يجي مش هيجي يعملها كل حاجه. هو برده جاي عشان خاطر ينقي المنتخب بتاعه. تعمل له دوري محترم منتظم بجمهور، وتقدر بقى تشتغل الحاجات اللي احنا بنخش فيها بقى، بطولة عربية، بطولة مش عارف ايه، كفاية هي بطولة افريقيا، ونكتفي بالكلام ده كله، بلاش ارهاق للناس عشان خاطر نقدر نظام، ونحط نظام من اول يوم يا عمر لاخر يوم كل الفرق موافقة عليه ويمضوا عليه، عشان خاطر النظام ده يمشي على الناس كلها. عشان بعد كده اللي يعترض يبقى في حد لاي حد يتكلم. الكلام انا عارف انه صعب، وكلام في ناس كتير تزعل عشان خاطر واحد بيتكلم بصراحة، بس انا قلت اللي في قلبي عشان خاطر الناس. هات الراجل ده، انت عايز مصاريف، مفيش حاجه اسمها غالي او مش غالي، مع اني انا يعني اسمع ان في مرتبات لمدربين محترمين مش يعني نزلوا، ومنهم حد في اتحاد الكوره
اتكلم معاهم ووصل من 3 مليون يورو لمليون و100 الف يورو. الكلام ده عمر انا سمعته بتصريح قبل اللي ما حصل، هكون صريح، كان حازق منهم، كان هنا بريدك قال له روح هات لي اتفق انت جماعه كويسه، حازم راح 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 واتفاجئ ان في مدير فني تعين. طيب انا بضحك، ما انا بقول لك من ضمن ده يعني اذا في مدربين كبار، انا مش فاكر بس انا فاكر في اسمين كبار كويسين كانوا يقدروا يجوا يشتغلوا بشكل محترم جدا. وفي الاخر لقينا اجيري موجود هنا بنفس المبلغ اللي كان هم ياخدوه بالمستوى المتواضع اللي احنا شفناه. راجل جاي يقول حاضر، نعم، اصحى الصبح حاضر، نام بالليل حاضر، خد هشام حاضر، خد ابراهيم حاضر، ومفيش استعداد حاضر. متهيألي احنا كلنا لعبنا على اسم مصر وفي الاخر احنا كلنا اتصدمنا. طيب كابتن هشام، عشان الوقت بيجري بسرعه جدا جدا ومتبقي معايا 5 دقائق، عايز اروح بقى لكابتن هشام زكريا. كابتن هشام زكريا، الخطوه المقبله فين ان شاء الله ولا لسه الامور مش واضحه علشان الدوري لسه ما خلصش وحضرتك عارف؟ لا هو عشان انا في البيت، يعني انا في البيت. لكن مفيش مفاوضات يا كابتن هشام؟ لا لا، اتكلم مع حضرتك. المفاوضات حصلت بقى يعني بسيطه وكانت من بعيد كده وبعد كده. طب درجه، هل حضرتك ممكن لو جالك حاجه في دوري درجه ثانيه محترمه ممكن الكابتن هشام يوافق؟ ما حصلش. طب ممكن يوافق؟ اتعرض وما وافقش، يعني اتعرض وما وافقش لان السيستم يعني فاهم وحشين قوي. يعني بص عمر، يكاد يكون ما معهمش حتى مش سيستم. طب لو فريق عنده بعض الامل ان هو ممكن، لا مش بعض الامل، يكون عنده معطيات وسيستم محترم. طب لو امل يعني بسيط وكابتن هشام ممكن يشتغل عليهم ومعاهم ويبدا ان هم ياخدوا من ايد بعض ويطوروا ويصعدوا ويصرفوا. لا وارد، 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 ده حصل مع فرق كتير. تمام. احنا معلش احنا في يعني في وادي دجله ما كناش احسن ناس، صح، بس كان عندنا الامل ان احنا نطور، وكان ربنا سبحانه وتعالى موقف لي ماجد سامي، فكان انت كنت موجود يعني في الوقت ده، كنت في الليل، فكنت شايف اللي لا كان مسخر لي حاجات كتير اقدر، لكن ما كانش عندنا الواو. الجونه نفس الكلام، ما كانش عندنا الواو، ولكن كان في الاداره والسيستم اللي تقدر تشتغل من خلاله، فانت كنت مرتاح. ولكن هي القصه بقى برضو انا يعني برضو ايه، انت عرضت شغلك يا عمر في الدوري الممتاز اذا كان وادي دجله، واذا كان انت لعبت كونفدراليه في بطوله افريقيا وصعدت لحد دور 16، عايز اكتر من كده. وغير كده كان ليك حضرتك تجربه خارجيه في ليفز وتيرن اوت، وكان مبسوط يا كابتن بالتجربه دي وشايف ان هي يعني اضافت لكابتن هشام كتير؟ لا هي مش اضافتني، هي من الحاجات اللي عملتني ربنا يسخرها ليا. شايف يعني طبعا بشكر فيها مجد سامي طبعا، ان كان جريء في الخطوه دي جدا، جدا، وكان بيثق فيك جدا. الحمد لله انت كنت موجود القصه دي. انا دايما بحب اللي يكون في ثقه متبادله، لان انا برضو مجنون في حاجات كتير، فعارف اتخاذ القرار فيه جنان، في ريسك، فمهم قوي ان اللي يشتغل في ظهرك يكون عارف الريسك ده ويكون مقتنع بيه. فده حصل النهارده، ما قعدت مع مجد سامي وكنا في الممتاز بيه، قال لي محتاجين سنتين، قلت له ان شاء الله سنه، بص لي كده يعني، قلت له، قال لي لا خليها سنتين وسع على نفسك، قلت له ان شاء الله سنه في الممتاز بيه، وكنا صاعدين من الرابعه للثالثه للثالثه للثانيه. فهو النهارده اللي يامن بيك، هو كان مامن بيك. لكن ساعات برضو انت برضو تزعل، النهارده تعبت واديت في الدوري الممتاز مع وادي دجله، والحمد لله لما رجعت ساعتها من هناك ساعتها انقذنا الليرز من الهبوط وصعدنا بترن اوت لو تفتكر. صح. ورجعنا هنا ربنا وفقنا، كان وادي دجله بصراحه هبوط، انقذناه من الهبوط بفضل الله عز وجل، وصعدنا لحد دور 16 افريقيا. كنت متوقع الرد من الناس اللي بتامن. اتاخرت قوي 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 لحد ما جالي الجونه. برضه ناس وبرضه نفس التطرق، انت برضه كسرت الدنيا بفضل الله وتوفيقه، كسرت الدنيا في الجونه. كنت متوقع الرياكشن بتاع الناس اللي هتقام، لكن العمليه معموله في حزمه كده اكتشفتها، عارف تجيب لك الاكتئاب، يعني اصعب من اللي احنا كنا بنتكلم فيه، اصعب من اللي احنا كنا بنتكلم فيه بجد والله. وخلي بالك مشارك فيها رؤساء الانديه، لا عارف مشكله، لا هم عايزين نفضل كده، مش عايزين حد يكون نظيف بس. كابتن هشام شرفتنا ونورتني، استمتعت جدا بالحديث، ويعني رؤيه حضرتك الفنيه محترمه جدا، وكلام حضرتك عن تطوير الكره المصريه حاجه تحترم جدا. اتمنى لك التوفيق، حضرتك من المدربين المجتهده المحترمه اللي عملت اسمها بنفسها، واعتقد ان حضرتك تستحق افضل من كده بكتير ان شاء الله خلال الايام اللي جايه في بطوله نسعى ان هي تكون الافضل ان شاء الله يا كابتن. سعيد ان كنت مع اخويا الصغير وحبيبي وعشت زي ما شفتكش عمر، ابن الكابتن العظيم ربيع، كابتن العظيم الخلوق كابتن ربيع سين. حلقه كانت جميله، يمكن انا دايما بيقولوا ما بحبش تطلع عشان خاطر انا صريح شويه، ارجو ما حدش يزعل مني، بس انا بحاول اتكلم عشان خاطر
نحاول نتطور، نحاول يكون في عندنا أداة نشتغل بيها. أتمنى يا رب، أتمنى يا رب الفترة اللي جاية يكون فيها خير للناس كلها والتوفيق للناس. كلمة واحدة، السنغال ولا الجزائر؟ صعب جدا، والماتش هينتهي ما ممكن تقدرش تتوقع توقع واحد تقول لي الفريق ده او الفريق ده، لان الفرقتين مش هيفتحوا الجيم. مش السنغال مش الجزائر ما تقدرش تتوقع، مش هيلعبوا ماتش جميل، ماتش مش هيبقى حلو، ماتش هيبقى هو 1-0 ضربات، يعني 1-0 ضربات جزاء. ما حدش، الاثنين قلقانين قوي من بعض، وان كنت شايف الجزائر ممكن شويه تفتح تضغط شويه على السنغال، لكن الماتش هيبقى رخم. طيب ده كان توقع كابتن هشام زكريا، ما قالش في اي فريق منهم، لكن توقع سيناريو المباراه ممكن يكون عامل ازاي. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من الاهلي الليله مع واحد من نجوم التدريب في مصر الكابتن هشام زكريا. هسيبكم مع توقع الجمهور لمباراه السنغال والجزائر في نهائي افريقيا 2019، ودايما نشوفكم على الف خير في قناه الاهلي. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الماتش هيكون قوي جدا، لانه فريق الجزائر فريق قوي بيلعب بروح قتاليه عاليه جدا. بالنسبه للسنغال برضو عندهم لعيبه محترفين وعندهم دكه قويه جدا، ولكن نتمنى للفريق الاقوى والفريق العربي ان هو يفوز باذن الله. والله احنا شايفين الجزائر من اول بطوله ماشيه كويس وحققت نتائج كويسه، فنتمنى ان الجزائر فريق عربي هو اللي يكسب واللقب بيحسمه فريق عربي. انا احساسي ان الجزائر هي اللي هتكسب، يعني حاسس ان هم بيلعبوا احسن من اول البطوله وروحهم حلوه. بس ان شاء الله نتمنى كده ان الجزائر تفوز، وطبعا فريق عربي، واحنا بنرحب بشعب الجزائر كله يجي الماتش دوت، ونتمنى ان شاء الله الجزائر، لان هي ماشيه من اول البطوله حلو، ودي حاجه تسعدنا وتفرحنا يعني ان شاء الله. والماتش صعب بصراحه، بس فريق الجزائر عامل ماتش، عامل بطوله جميله جدا، وفريق يعني متكامل بدلاء وفريق اساسي. بس انا شايف ان السنغال بما ان هي الروح المعنويه اول مره تكسب البطوله، ويعني في حوافز كتير قوي بالنسبه للسنغال.